مرحبا ابو طارق. اهلين جارتنا ام محمود. اهلين جارنا. اهلين. لا تحزيني، ما بقدر اقول لك تفضلي لانه هلا مو هون. اهلا وسهلا فيكي. اهلين طارق. انا ما بدي اتفضل ولا بدي هنا ابو طارق، بدي اياك انت. بدك يعني انا؟ ايه انت. شو بدك مني؟ بدي اياك تروح لشقتي. محمود شو عم تقولي انت؟ لك شو قلت غلط انا جارنا ابو طارق؟ الله سبحانه وتعالى وصى بسابع جار، والناس لبعضها، وكيف نحن؟ الباب على الباب. هو صحيح الله سبحانه وتعالى وصى بسابع جار، بس يعني هي ما حبيت انا. طارق يعني ما راح تجي على شقتي. خلاص بس تجي هنا بنسهر عندك ان شاء الله. بدي اياك هلا. هلا ما بقدر، عم درس الاولاد لانه ما باخرك بالكثير ربع ساعة. ايه كثير ربع ساعة؟ انت وهمتك، بتخلص بسرعة بترجع بسرعة. جارتنا ارجوكي بلا هالحكي. ها طارق، طارق، طارق. طيب يا جارنا ساعدني ارجوك، لانه بجوز شوية الرخر هب بشعل النار. انا يا عيبي شو مالي هذا الحكي، ما بتستحي على شيء بتا ابن قدي يا عيبي شو. اي جارنا شو قلت؟ بدك تجي معي ولا لا؟ تكرمي بس تجي هنا بجي انا وياها. طارق بدك حاطه الغسيل على النار، ما بقدر استنى. الغسيل؟ وشو دخل الغسيل بجيتي انا؟ بجيتي انا وهنا لعندك؟ خلصت انينه الغاز متغيرتها، يمكن جارنا انا ما عرفت غيرها ركبها يعني لانينه الغاز، عم تنفس خايفه تعمل لحريقه بالبيت، عم تعمل فسه. قولي هيك بالاول. اي بسيطة، المهم تنتبهي من الغاز لأنه الغاز خطير كتير، أهم شيء إنك تسكري الأنينة مشان ما تعمل فس. يعني ما رح تجي تشوف لي إياها؟ بلا هلا بس تجي هنا بجي بركب لك إياها. لك شو دخلت هنا بتركيب أنينة الغاز؟ ليش هي اللي بدها تركبها ولا أنت؟ أنا بس يعني... بس شو؟ صار عندك ولدين ما بتعرف تركبها؟ ليش تجرب؟ ما بعرف شلون ما بعرف. أنا اللي بعرف شلون ما بعرف. طارق إن شاء الله تعا ساعدني لكان. إيه هلا بجي بس لخبر الأولاد جارتنا. هلا بخبر الأولاد وبجي لعندك. سبين سبين. طارق افتح يا دب. أهلين أم محمود، تأخرتي، فكرتك ما رح تجي تساعديني. لا شو ما أجي، أنا ما صدقت ولقيت تسلاي أتسلى فيها. لو سهلة تفضلي من هلا بجي في ثواني. زيت العين من عيني. ها حلت علينا البركة يا أم محمود، أهلا وسهلا. ما شاء الله، وكان أوامل حقتي تقصي روسهم وتغسليهم. برافو. ونقعت لك الرزات كمان. شاطرة، بس ليش مستعجلة كل هالقد؟ لسا في قدامنا وقت منيح، بنشرب فنجان قهوة على رواق بعدين بنحفر الكوزايات. ايه مثل ما بدك، بنشرب فنجان قهوة. بس شو رأيك تبلشي بحفر الكوسة على بين ما أخلص القهوة؟ لا اطمني اطمني، لسه في قدامنا وقت منلحق، بنشرب فنجان قهوة، بنحكي لنا كلمتين بعدين بنشتغل سوا. ايه على راحتي مثل ما بدك. تازة وزراف هالكوسايات، بس حفرهم بموت. عم تحكي معي؟ عم قول مزغرتيهم للكوسايات. ايه جميل بحبهم. خلص ما عاد التقى المصنف، هالمكتب بلا امل ما بيسوى شيء. انت ما بتقول انه امل سكرتيره كويسه ومريحتك بالشغل؟ معناتها بتروح اليوم لعندها بتستفيد امها وبتشوف اذا لازمها مصاري بتعطيها. انا واثقه انها رح تقدر هالشيء كثير وتصير تخدمك بعيونها. لا شو روح لعندها على البيت؟ ما حلوه لا بحقي ولا بحقها، بلكي شافنا حدا من الجيران يطلع علينا قصه. لا احسن شيء اتصل فيها بالتليفون. كمان مو منيح هيك تقعد تفكرني عم بستغل مرض امها مشان احكي معها. انا ما بحب طق الحنك. لا ما بدي اتصل فيها، اي ما بدي. معناتها ما في غير حل واحد، بحكي مع محل الورد ببعث لها بوكيه لامها باسمي. اخ يا ابو الافكار، منيحه هي. ايه منيحه. الو ظراف هالبنات كتير. صحتين ام محمود. ام محمود خلصينا بقى من القهوه، خلينا نبلش بالكوسه. يلا حبيبتي. ها ريتا دايمه صحه وهنا. صحه
صحة وهنا. هاتي لي كاس المي. ايه بتأمري أمر، تفضلي. قربي لي الطاولة. حاضر، تفضلي. هادي الكوسة. ايه حاضر، تفضلي. قومي جيبي لي صحن صغير وحطي فيه شوية ملح. ليش؟ بدي لك كراس الكوساية مشان يذبل. حاكم هذا الكوسة نزهة كتير. شوفي شلون طقة. طب شوي شوي ام محمود، لا تستعجلي ما بطق. معلش جيبي لي شوية ملح. أوان أنا ما بعرف أحفر الكوسة بدون ما لكه بالملح مشان يذبل تمه. حاضر ام محمود، تكرم عيونك. عجبتك يا عبد المعين لتعيني، لقيتك يا عبد المعين تنعم. عم تحاكيني؟ لا عم بحكي مع حالي ام محمود. هي من حال ام محمود، تفضلي. يسلموا ايديكي، يسلموا ايديكي، عزبتك انا ما هيك؟ لا ولو، نحن اللي عم نعزبك معنا ام محمود. لا يا هنا، عيب تحكي هالحكي، عيب، نحن جيران والجيران لبعضنا. الله يخليكي يا رب. ايه ها؟ الملح غير شكل، شوفي شوفي شلون هو دبلت. ها بعتلك قتلك شو صغيرة. شو هذا أم محمود؟ خير شوفي، هاي الكوساية سميكة وبدها حفر كمان. هيك أحسن أطيب. بس جميل ما بحبها هيك، بحب قشرة ترقيقة. أنا هيك بعرف، بخاف إذا حفرت أكتر بخشى. إيه معلش أم محمود، لا تعزبي حالك، أنا بحفر الكوسايات، فوتي أنت جهزي التتبيلة، الرز منقوع واللحمة جنبه. التتبيلة شغلتها بسيطة، هلا بخمس دقايق منجهزها، بس أنت تجهش لي بقوم أنا براسي بتبل لك يا. ما قلت لك لا ترقي كتير، هي مبخشيت. محمود. اي والله من يد ما نعدمها. صحتين. يي صحي، ما حكيت لك امبارح شو صار بيني وبين جوزك؟ جوزي انا؟ ايه جوزك انت، الاستاذ جميل. جميل الحمصي مو الحمصي؟ ايه الحمصي. شو صار؟ امبارح خلصت جرة الغاز من عندي، قمت بدلتها بوحدة مليانة، ما عرفت ركبها، صارت تعمل فس. خفت ليصير عندي حريقة، اجيت دقيت عليكم الباب، ما كان في حدا غير جوزك. وبعدين؟ قال ما بيجي لحاله، كان بده يستناكي مشان يجي هو وياكي. وبعدين راح معك ولا لا؟ شديته من ايده غصب عنه واخدته. برافو عليكي، بتعرفي لو ما عملتي هيك ما كان راح معك؟ مو لأنه مو حابب يساعدك، بس لأنه بيستحي. هو بيستحي وبس؟ قديش شايف رجال بحياتي؟ ما شفت رجال مثله بيخجل من النسوة. ليش شو سوا كمان؟ ما خلاني وقف جنبه وهو عم يغيرها للجلدة. غلبت فيه إنه يشرب له فنجان قهوة بعد ما غيرها للجلدة. لا تغلبي، هرب هريبة من عندي. لك نيالك جارتنا على الرجال. يقولي الله يساعدك. ليش؟ خجل الزايد يا أم محمود، عم يخجلني قدام رفقاتي. اشتهيته شي مرة يحاكي رفقاتي كلمتين حلوين، يجاملهم يسايرهم. أبدا ما في خواص، رح يجنني. سلامتك من جنان. شو وين أم محمود رايحة؟ تركيني عندي شغل، بدي أروح. تركيني. ما بدك تتغدي معنا؟ ايه لا، بدي أروح لعند جارتي أم محمد، ضروري ضروري بكون عندها أخبار جديدة. وبالنسبة للغدا ما بتفرق معي أنا، اتغديتوا معكم ولا لحالي؟ أنت بس يستوي الكوسة، بعتي لي كم كوسة. هي يكرم عيني. مع السلامة محمود، بعيدية. مرة تانية برجع بوصيك وبقول لك أمانة، والأمانة صعبة هنا. متى ما اعتستيني دقي علي الباب، بيجيكي لو على الأربعة. وين ما كنت كون أم محمود، شباكي لبكي بين إيديكي، بخدمك بعيوني أنا. دخيل عيونك يا أم محمود. شاطرك. الله معك. أنا يعني إذا ما بيصير سئلي، اسكبيلي مع المحشي شوية مرقة، بحب المرقة مع المحشي أنا. إيه غالي وطلب رخيص أم محمود. عم تقل عليكي ما هي؟ لا ولو عادي، دخيلك أنا. يعلم الله، يعلم الله أني حبيتك أنت وجوزك سوا. يا سلام ما أظرفتكم، تنقرط وقرط. هذا من لطفك ام محمود. ابقي سلمي لي على الاستاذ جميل. يوصل. هنان، هنان
مساء الخير جارنا. أهلين جارتنا أم محمود، خير؟ تعا معي. لوين بدي روح معك بهالليل؟ لعندي عالشقة عم بتكهرب. وأنا شو دخلني؟ أرجوك ساعدني. بشو بدي ساعدك؟ هنيك بالشقة بقول لك تعا. تركي لي إيدي، شو فكرتيني ولد صغير؟ لا أيوه، شو ولد صغير؟ أنا ولد صغير ما بينفعني، بدي رجال. الله يرضى عليك يا أم محمود، ارجعي على تختك ونامي، خليني أرجع أتغزوز ونام أنا. وفيش الكهرباء؟ أنو فيش؟ فيش البراد اللي عم يكهرب، شو بدي ساوي فيه؟ تعا صلح لي إياه. وبلكي تكهربت؟ ما بتتكهرب، بفصل لك الهاويس. طب إذا فصلت الهاويس شلون بدي طص أنا؟ شعل لك شمعة. يا حبيبي بدها تساوي جو رومانسي كمان. شو قلت؟ عم قول يعني أنت روحي لشقتك، أنا بكرة بأمن لك كهربجي يصلحه. أهلين أم محمود، تفضلي. ليش واقفة على الباب؟ فوتي. ما بدي فوت، جاي استعير منك أبو طارق شوي. وليش ما عم تروح معه؟ ليه ما بدك؟ ما بدك تعرفي بالأول ليش بدها تستعيرني؟ شو ما كان، لو ما بدها منك شي ضروري ما بتجي بنص الليل مشان تستعيرك. بتعرفي شو بدها مني؟ بدي ياني روح لعندها عالشقة، بدها تملص الهاويس، تنطفى الكهرباء، تشعل شموع، تساوي جو رومانسي، على أساس بدي صلح لها فيش الكهرباء. وشو فيها؟ أنت بتخاف من العتمة يعني؟ لك شبه، كأنه مو جوزك أنا، يا أنا. الله يخليكي جارتنا، خليه يجي معي يصلح لي فيش البراد، ما بقدر اتركه بلا كهرباء، بعدين بخمه الاكلات. تكرم عينك جارتنا، جميل وصار معها على الشقه وساوي لها فيش الكهرباء، ما حلوه، لا تخجلها للمراه، بعدين بخمه الاكلات. هيك بدي روح بالبيجامه. اي وشو فيها؟ شو رايح على الكازينو انت؟ كلهم فشختين بين شقتنا وشقتها، يلا جميل. ما بدي روح، نعسان انا، ترد دق على جارنا ابو تحسين. عندي بنات ظراف شاريتهم من عند ابو حسن. رح أعمل لك فنجان قهوة عجب يخليك تصحصح. إذا كنت بدي روح بطلت روح، بعدين أنا بدي نام، ما بدي صحصح. جارنا الله يخليك، ليلو هنا يخموا الأكلات بعدين. يخموا؟ نبعت لك غداكي بكرة. جميل، ما حلوة مشاني أنا، يلا روح. روح بس على شرط. شو بدها؟ بتروحي معي. أنا شو بفهمني الكهرباء؟ يخلي الأكلات يخموا. تعال خلاص بروح معك يلا. لا أنت أول. لوين؟ جيب المفتاح، ما معقول أترك الباب مفتوح. بدك تتركيني لحالي؟ أنا بجيبه. فعلتني بقصة الخجل تبعه. أحسن ما يكون بلا خجل تحكي بعبيك. معك حق، اليوم قعدت مع واحد ثقيل طققني من كتر المجاملات. يا جميل على إذنك. واحد. مو على أساس بتجيب المفتاح؟ لك بدي نام نعسان أنا، بدي نام. تعا فوت. تفضل. يلا. لك ما في حدا فوت. تفضل. وين فيش؟ فوت النوم. لك إيه تعا جارنا. عم بضحك معك، عم بمزح معك، معقولة قدام مرتان؟ شفتي؟ ليكو بقفل براد، هو في واحد بأوضة النوم. تعا! صلحني يا يلا. هذا البريز هو. عم تهرب. لكن انا ليش جايبتك؟ وين الهاويس؟ يلا رح اقطع لك يا محمود. ام محمود. ام محمود. ايه. لا لا تقطعي الكهرباء قبل ما تجيبي لي شمعه مشان طص ونفك براغي. على عيني على عيني وراسي. ها ليكو المفك هون على الطول. تعال. وهي الشمعة بوط النوم. خد حبيبي. خد جارنا. شفتي حبيبي شفتي. وين الكبريت؟ ليكو بطرف الغاز. لا تقطعي الكهرباء قبل ما شعل الشمعة. ها؟ على عيني. اقطعه. يحظى. اقطع. طيب. خليكي معي اوعك تركيني يا بخاف. ايه معقولة تخاف من العتمه؟ مو من العتمه، من ام محمود. طيب خليكي جنبي. جنبك جنبك. مسكي هي، مسكي الشمعه. ما تكهربت. الحمد لله. شو زبط؟ ما زبط. زبط. خليكي محلك ام محمود. زبان
زبط، روحي وصلي الهاويس. يسلم ايديك جارنا، صحيح مثل ما بيقولوا بالمثل، البيت بلا رجال ما بيسوى شيء. حبيبي انت شفتي؟ زبط جربه. شلون بدي جربه؟ لقه بايدك. وبلكي تكهربت؟ لكن اتكهرب انا، اذا تكهربت بترجع بتفكه. تعي لقي انتي. جميل شبعك لقه. هاتي ايديك، امسكي ايده. هاتي ايدك علي وعلى عدائي. واحد، اثنين، ثلاثة. يا لطيف على الجارة ما تندمها، منين الله بلانا فيها؟ امرأة وحدانية ما عندها حدا يساعدها؟ لا، من بين كل الجيران ما لقيت غيري تطلب مساعدته. اي يمكن حبتك. لما قلت لك نفسها خضرة ما صدقتيني. ما شفتيها شلون مرتين سمعتني انه البيت بلا رجال ما بيسوى شيء. شو قصدها؟ يعني شو قصدها؟ مثل بينقال. لا مو مثل بينقال، هي نفسها خضرة مثل ما قلت لك. اخلى وسمعتيها وقت رح تركب لها الجلدة لجرة الغاز. كل ما سألتها عن غلط قال لي بأوضة النوم، وما في غير تتغمى وتزمزم لي بشفايفها وتعمل لي حركات مراهقين. جميل، بلا هالتهيؤات خلينا نفوت ننام. هلا نشفوا الشعرات. نشفوا. فكي لي هالبودكين. محمد ريقي. عم عزبك ام محمود ما هيك؟ لا بالعكس عم بتسلى، بس انتي يا ريتك ما عزبتي حالك ونزلتي الرزات واللحمات واليبرقات، كنت تطلع لعندك لفوق. انا بلف لك اياهم براسي. هي انا هربانه من فوق من يلي فوق. الله وكيلك يا ام محمود، من بعد ما ابو تحسين طلع تقاعد وكل طبعه تغير وصاير حشر كثير وبيحط منخارب كل كبيره وصغيره، وبده يعرف هاي وينها وهي ليش هيك وليش كترت رز وليش ما بعرف ليش. قلت لحالي خليني اهرب من وشه وانزل لفهم عندك. بدك تتحملي لجوزك؟ يعني مو معقولة كل ما بدك تطبخي تهربي لعند الجيران. أنا بستحملك، بس غيري ما بيستحملك تفوتي لعنده توسخي له البيت. أنا لو مالي وش عليك ما كنت أجيت. لك أنا ما عم بحكي عن حالي، عم بحكي عن غيري. أم محمود دقيلي الحشوة كأنه ناقصة ملح. ما بدأ لسه ما دقتيها. أنت جايبة معك الملح ولا نسيتي مثل ما نسيتي الفلفل؟ هلأ ما مشكلة الملح، أنت دوقي لي إياها، بجوز ما بدها. ما بدها ملح، ما بدها. يا أم تحسين خضيها قاعدة وتذكري كلامي، قولي في يوم من الأيام قالت لي أم محمود. عموما الأكل كل ما كان دلع وطباخه جعيس بيقولوا عنه أشطار. مزبوط قليل، بس بدها شوية ملح. انت لا تقومي ام محمود، خليكي مرتاحه، قولي لي وين علبه الملح وانا بقوم بجيبها. عندك بالخزانه ملح وفلفل. شو بقي من عندها؟ حاجه بيملح وبعدين ما بحب الاكل مالح. ام محمود. نعم. شلونك انت وجيرانك هناء وجوزها؟ خير. لا ما في شيء، بس كنت بدي اطلب منك بركي بتحكي لي مع الاستاذ جميل يعطي لي سهام كم درس رياضيات تتقوى فيه. حاكم ما لي قدر على الدروس الخصوصي، والله مكلف الدرس شيء 300 400 ليره. شوفي، هو صحيح الاستاذ جميل جليف ووشه ما بيضحك للرغيف السخن وما بيحب فعل الخير لحدا، بس انا بحاول اقنعه يعطي لبنتك دروس خصوصيه وياخذ 200 ليره بالساعه. بس 200 ما كتير. قديش تقدري تدفعي؟ 100 حاجة. ماشي الحال، بس ويني المصاري بتعطيني اياهم الي انا؟ انا بعطيهم لمرته، مرته ما بتسمح له يعطي دروس خصوصية الا بهذا الشرط. موافقة، امتى بتحكي لي معه؟ اليوم بس يجي من الوظيفة. معناها بعد ما تحكي معه بتطلعي لعندي، منه بتردي لي جواب ومنه بتطلعي تتغدي ابرق. لك هي طولان انتي، حاجة تدقي على الجرس شيطة حرقتي لهم اياه. تعي لشوف مين بدي. بدي مدام هنا. شو بدك منا؟ بدي اياها بشغلة. شغلة شو؟ شغلة خاصة. خاصة بشو؟ خاصة فيي وفيها. يعني سر هيك شي؟
مدام هنا مو هون وانا جارتها وحبيبتها ونحن التنتين من الروح للروح، هي لا بتخبي عني شيء ولا انا بخبي عنها شيء، انا وياها صنفصين سوا ما بنخبي اسرار عن بعضنا، شو السر اللي بدك تقلي لي اياه قولي لي شو؟ معلش طنط ببقى بجي مره ثانيه، باي باي. طن بتطلعي قتيتي سير شو هالسير؟ انطري انطري. نعم ام محمود. الله ينعم عليكي ويرحم والدينا ووالديكي ويريحك. مشوار بدك تطولي؟ لا ليش عم تسألي؟ كنت جاي لعندي. خير في شيء؟ اذا في شيء ضروري برجع. لا ما في شيء ضروري، طالما مطولين ما سبجي لعندك. طيب محمود شغلتي بالي. الله لا يشغلك بال على محب الهي يا حق يا كريم. ام محمود قولي شو بدك. بدي الصحن. انو صحن؟ الصحن اللي جبت لكم فيه كوسه محشي. ايه حقك، دقي على جميل بيعطيك اياه. هلا انا لو الصحن الي ما بطالب فيه، وبعرف رح يرجع لي مليان ومنتلي، بس الصحن مو الي لام تحسين، بدي ارجع لها. مثل ما قلت لك بدقي على جميل بيعطيك اياه، في شيء ثاني؟ سلام خاطرك. انت وين مشوارك قبل؟ عالسوق. توقعت هالشيء، بدي اطلب منك طلب يعني لو في سؤالي. تفضلي. ولا اقول لك ما بدي اعذبك، بشتري انا بكره، بكره بنزل على السوق انا بشتري. تعالي ام محمود قولي لي شو طلباتك، انا بجيب لك اياهم معي من السوق. ما بدي اعذبك يا. على كيفك. ولا اقول لك اشتري لي اياهم بطريقك، بركي انا بكره ما صح لي انزل على السوق. مري جارتنا شو طلباتك؟ يا غاليه انت. انت الغاليه، ما يأمر عليك ظالم، بدي تشتري لي دراعين ثلاثه مطيط، عندي بردايه المطبخ ترى المطيط شيتا. بتعرفي برداية بلا مطيط ما بتوقف، ولأنه ما عندي هدول السياخ فست فست يلي دارجين هلا. بس هيك تكرم عينك. ويني قد ما بيطلع حقهم بعطيكي، وما بدي وصيكي وعي حدا يغلبك، سومي هون وسومي هون بعدين اشتري. معلش ام محمود شغلي معنا محرزة، بجيب لك اياهم على حسابي. صحيح اني مو محرزين، بس بدك تاخدي حقهم، اذا ما بدك تاخدي حقهم لا تجيبيهم عيني. خلصنا جارتنا، قلت لك شغله مو محرزه. بدك تسلمي لي يا مزوقه يا كريمه، عم قول يعني طالما الشغله صايره وصايره اعمليهم خمس تضرق يلي بزيد بخبيه للمره الجايه. ليش انت محمود كل قديش بتغيري المطيط شيت البردايه تبعي؟ يعني كل اربع خمس سنين. اكرم ظرافتك وقطافتك ونظافتك، اعمل لك اياهم بدل الخمسه 10. روحي الهي وسيدي مولاي يهنيكي يا هناء يا مهنيتيني يا بنت الكرم. انت بخاطرك ام محمود. مع السلامة حبابة هالهناء، بحبها كتير انا. بدي اروح جيب الصحن عشان ما ياكلوا علي، مو الي لأم تحسين، لو الي ما فارقة. ايوه مرحبا قلبي. اهلين. نعم الله ينعم عليك، رد السلام بالاول بعدين اسأل شو بدي. شو بدك؟ مصر ما تردوا للسلام. المهم جاي اخذ الصحن يلي حطيت لك فيه كوسا محشي. انا مو هون. طول بالك طول بالك، ليش عم تسكر قوام للباب يا لطيف؟ شو وشك حامل الضيف؟ قلت لك انا مو هون، بعدين انا ما بعرف وين الصحن محطوط، بس تجي هنا تعي خديه. انا بعرف وين بلاقي. لوين فايته؟ لجوا. لجوا؟ لك ايه لجوا، لك هلا برا. رجعي المساء خدي الصحن، خلص رجعي المساء. شو القصة جارنا؟ انا قصه؟ أول شي طولت لفتحته للباب وهلأ ما بدك يعني يفوت. مين في عنده؟ شو قصدك؟ مفهومة جارنا، الولد الصغير بيفهمها، عيب عليك. لسه مرتك ما لحقت تطلع من البيت، أوام لحقت. أنت شو عم تخرفي؟ أنا مستحيل ساوي هيك قصة. خليني فوت وشوف بعيني. شرفي. لا جارنا عم بمزح معك شو. إذا رجال البناية كلها والصايح كله عملها أنت ما بتعملها. وشو عرفي؟ هنا حكيت لي عنك كتير. شو بتحبي هلا؟ تفضلي افتح لك أوضة النوم، أوضة الأولاد، المطبخ، شرفي دوري. لا ما في داعي ما في داعي، أنا قلت هيك حجة مشان تفوتني أخذ الصحن، بس أنت خزيت العين حولك وحوليك، آدمي كتير وما بينخاف منك، حتى باب الشقة ما سكرته علي وعليك. رقابيا مشان الخلوة، شلون بدي شك فيك؟ شلون؟ ها؟ منيح اللي سكرته للباب، أحسن ما تفتله شي قطة وتلحس على شي شغلة. أنا فايتة آخذه للصحن.
تفضلي البيت بيتك. لك يسلم البيت وصحابه. شو هالحظ هاد؟ حتى أم محمود ما عم تشك فيي. يا ترى هنا وين بتحطهم للصحون؟ ها ليكو العمى مو موجود. يا حبيبي احنا يكونوا الولاد كاسرينه. نمضي في الطعم تاني لام تحسين. ما لقيته انا الصحن. مو على اساس بتعرفي وين تلاقيه؟ ابو طارق ابو طارق الله يرضى عليك انشف لي هذا الصحن. خلاص المسا بتجي هنا وبتعطيك اياه. رجعي المسا. لا ما رح ارجع المسا، بدي ارجع لام تحسين. يلا بدور عليه مره ثانيه. شو بدي اساوي؟ بس طمني قبل، الولاد كسروا شيء صحن اليوم؟ لا طمنتني. الله يطمنك. طارق سليم وين بدها تكون حاططها؟ معقوله يكون بالبراد؟ معقوله كل شيء جاهز؟ بجوز مستعملته وحاطه في شيء. هذا هو مو اكلينه. شو صار معي؟ لقيتي الصحن؟ عجلي لك شوي قبل ما يجي حدا. لقيته لقيته. شو صارنا؟ ليش ما اكلت الكوسه المحشي؟ بطلت حب الكوسه وخاصه المحشي. لكن رح اخده انا. الله معك. اهلين ام محمود. اهلين تفضلي. بس باكو ما عم تتغدوا؟ عم نتغدى. معناتها حماتي بتحبني. جيت بوقتي. اهلا وسهلا تفضلي. والله جارنا ما بتقوم. كمل اكلك ولا قال لك املي صحن هالشرحه. جايبت لك اكله بتحبها كثير. تفضلي ام محمود اقعدي. يسلم لي الذوق. مع احلام. شايف جميل؟ ام محمود جايبت لك كوسه محشي الاكله اللي بتحبها. شايف ما لذه؟ الحقيقه هدول الكوسايات المحشيات مو انا طبختهم، جارتنا ام تحسين بعتت لي اياهم. جيت انا ها بدي اكل كوسه محشي. ام تتذكرت جارنا ابو طارق بحب كثير الكوسه المحشي، بتقطعت عن تمي وقلت خديهم لجارنا ابو طارق بينبسط باكلهم. ومنه بتغدى معكم احسن ما اتغدى لحالي. شايف جارتنا ام محمود قطعتهم عن تمها وجابت لك اياهم. تفضلي ام محمود ليه ما عم تاكلي؟ إيه ليش عذبتي حالك؟ انصبيت لحالي. يسلموا صحتين وهنا. ايمو الصحن من خلقتي. ليش شبهن جارنا الكوسايات؟ فيهم شي ريحة؟ مثل الفلة تازة. اليوم ام تحسين طبختهم. لسا امبارح اكلت كوسا، مو جاي على بالي كوسا ماشي. مو اساس بتحبه كتير كتير واذا بتصدق تاكله كل يوم كل يوم ما بتكرهه؟ بطلت العادة. الحمد لله ريحتني، كنت كل ما تقلي احفري كوسه كان يغب على قلبي. يعني هالشي يفرحك؟ طبعا اللي بيريحني بفرحني. شبع؟ شو صار له؟ شبع. وانا كمان شبعت. وانا كمان شبعت. إيه شو بلاقي؟ ما بقي حدا غيري على الطاولة. عادي كلي ام محمود لا تشبعي، البيت بيتي. لا تستحي على مهلي وهي انا قاعدة معك. ما في داعي حبيبتي، روحي انتي شوفي جوزك. شو انا غريبة؟ صحتين وهنا ام محمود. طرايا هالشرحات
مثل الفستق. يحلي لحقتهم قبل ما ياكلوهم. طب خاطري. شو بتحبوا تاكلوا؟ أنا مو فارقة معي، المهم ما أطبخ، اسأل الأولاد. شو تاكلوا بابا؟ طبخ ولا لحمة؟ إذا خلقنا من الطبخ أبو طارق، بعدين الطبخ إمتى ما كان بنقدر نعمله وبيطلع أطيب بالبيت، أما الشقف والكباب والمسبحة والحمص والفراريش قد ما اعتنينا فيهم ما بيطلعوا أطيب من المطعم. أنتِ ما حدا سألك. إيه بابا، شو تاكلوا؟ أنا بدي طبخ. وأنتِ بابا؟ حيلا بابا، يلي بتطلبه أنا باكله. جميل، خليهم يجيبوا لنا صحن فريكي وصحن مشاوي مشكل وكل واحد بياكل على ذوقه. لك يسلم هالتم، أنا كنت هيك بدي أقول بس استحيت. حيا الأملة برأس الأقرع. إذا ما قمت بتكبر الشغلة وأنا ما بدي إياها تكبر. بس كمان إذا قمت معناتها أني قبلاني بحكيه. ما رح أم وخليها تكبر قد ما بدها. ما بيصير يقلي هيك. بس أخطي بيكون جوعان. إيه خليه يموت من الجوع. باي أنت ما رح تقوم تغديني، معناها زعلانة. إيه بس والله ما حق تزعل، يعني ما كان لازم إلا الباب يفوت جمال. بس أنا قلت له يا جميل بعدها أحسن شيء قوم راضية بكلمتين وخلينا نفض هالمشكلة ونتغدى. طيب بركي قمت لراضية وما رضيت، هيك بصير موقفي ضعيف كتير. رح أتركها للمساء، وإن ما رضيت لحالة ساعتها براضية لأقوم شوف شو في أكل بالبراد وآكل، رح موت من الجوع. جميل، قل له الجرسون يجيب لنا لحمة. ليكو صحن الفريكة مثل ما هو، هذا مين بده يدولقه؟ يدولقه؟ أنا باكله. كله؟ هلا أنت شو بدك؟ اللي بده يزيد يزيد، المهم هلا جيب لنا لحمة. لا تخاف جارنا، ما بيزيد شيء. إذا جاد شيء باخده معي على البيت، بقصد بناخده معنا على البيت. برني ابني محمود مثل ما بيقول بخور فكان، تيك أوي، دغري بأشقش، شوفي على الطاولات بأخر. جاتنا. معلش خليهم للولد الصغير، انا بستنى. هلا مدام شلي السلاسة. مرحبا استاذ جميل. اهلين مدام نجاح. اهلين المدام. هي بداتا، كيفك مدام؟ اهلا وسهلا. تمام الله يخليك يا اهلين. عن اذنكم. صحن المشاوي مشكلة إذا بتريد. هي ما رح إلا مين هي لحتى تسألني.
وإذا ما سألتني ما رح جب لسيرة بالمرة، خليها تطق. جميل، منو هاي؟ سألتني. هاي رئيسة قسم عندي بالمديرية. رئيسة قسم عندك؟ ايه شبك مستغربة، أنا كل رؤساء الأقسام اللي عندي معينوا النسوان والحلوين كمان. اي مو هذا قصدي. أنا كان شو قصدي؟ وهيك إنه يروح فكرك لبعيد وتفكري إني بعرفها أو متعرف عليها بشي محل تاني. ها بتعرفيني أنا ما بلحق هيك شغلات. ايه حبيبي أنا بعرفك ومطمنت لك، بس ما حلو رئيسة قسم تخليها تمشي. شو قصدك؟ كان المفروض تعزمها على الطاولة معنا، ما حلو بحقها. لك شو صار باللحمة؟ شو صار باللحمة؟ مين؟ افتحوا حبيباتي. الماما مو هون، بعدين الماما نبهتنا إنه ما نفتح لحدا. أنا مو حدا، أنا أم محمود. امبلي أنت حدا. أبطاري أبطاري. مرحبا أبطاري. أهلين أهلين وسهلين. افتح افتح. خير شو بدك؟ بدي فوت لجوا. هنا مو هون. يا بعرف إنه هنا مو هون، لو هنا هون كانوا فتحوا لي الأولاد. طالما بتعرفي إنه هنا مو هون، شو بدك تفوتي تعملي؟ شبك جارنا؟ شو خايف مني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، إلا هنا مو هون بتقلي بدي فوت لجوا. اطمن جارنا، ما رح أساوي لك شي، بدي فوت اتناول كاسة رز وأطلع، صار لهم شهرين ما وزعوا لي عاشي. أنا ما بعرف وين الرز محطوط. أنا بعرف وين حاططه، بعد لي هيك. شو صار معك؟ يلا ها عم دور انا. خفيها شوي. تعا دور معي. انا من الاول قلت لك ما بعرف وين انا حاطه الرز. لك شو عم تعبي؟ يلا انا جيت طالعه. لقيتي؟ بس لقيته أنا، بس سطح الرز فاضي كان. شو قال؟ يلا بطبخ لي كاسة برغل أحسن ما أطبخ رز، شو بدي ساوي؟ هلا هي كاسة هي؟ شبك جارنا؟ شو دائت عينك عليهم؟ شو بدهم يقولوا هلا الجيران إذا شافوني طالعة بكاسة برغل بيقولوا عنكم بخلا؟ بتهمني سمعتكم أنا. كتر خيرك، الله معك. هي صحي مطولة هنا لتجي، عاوزتها بشغلة ضرورية. ما راح تجي اليوم. مسافرة؟ اي نعم مسافرة. لوين؟ عالصنمين. ايه طالما هنا مسافرة الله يكون معها، هلا منطبخ شوية برغل منتغدى، يعني اهلية بمحلية. ما بحب البرغل. لكن انزل سناول لك كيلو رز لساوي لكم اياه. يلا. ما بحب الرز. لكن شو بدكم تتغدوا ابن عمي؟ ابو طارق ابو طارق. طيب ماشي هلا بعملكم لقمة ملوخية، في فروج بالفريزر، هلا بحطه بهالبروستين وبسلقه، بتلاقي ثواني بيتنهنه بيروح نيفة. أنا ما بحب لا الملوخية ولا المنهنه ولا النيفة. مكان شو بدكم تاكلوا؟ ما بدنا ناكل شيء. بتضلوا بلا غدا؟ نطلع نتغدى برا. برا؟ بتعمل زينة العقل، ليش الطبخ والنفخ والتعب؟ وجع القلب. الغدا برا اريح واطيب واشرح، بعدين انا صلي زمان ما اكلت بالمطاعم، اكثر من سنتين. لا ايوه شو سنتين، قول ثلاثه قول اربعه قول خمسه، لا لا سته. وينك؟ رح احط البرغلات عندي انا بالبيت وغير ثيابي واجي، ما بطول. ايه الله معك. ابلي قال تجيني بالمطعم. المطعم اليوم؟ ليش لا؟ نتغدى برا، خطة جديدة بجوز تنجح. أكيد بتنجح. يلا بابا فوتوا البسوا، بس تجي الماما منروح سوا. يلا. غيروني ابن الخال. غيروني ابن الخال. قلت لي أم يا هاني أنا براسي مول لحلق. هذه خور فكاني مدينة السحر حيث طاف بها الجمال. طافة يعني دارة، أي حامة حولها، مو طافة مثل ما بتطوف بلا ليعك وبتنزل عندي تصيها منيح تعي. يقبر قلبي ابني محمود، هون شركته
قال بيشتغل مدير انتاج وهون ساكن، ليك الشقة شيتو شفتيها؟ يقبر قلبي بيشتغل مدير انتاج، قال ما بعرف. الله يخلي لك ياه، ما قلتي لي، وين كنتي الظهر؟ دقيت عليك الباب ما لقيتك. رحت تغديت بالمطعم. تغديتي بالمطعم؟ ومع مين؟ مع مين يعني؟ مع جارتنا هناء وجوزة عزموني. تعرفيني أنا ما بحب أكل المطاعم، بس شو بدي ساوي؟ أجبروني، حلفوا علي 100 يمين و100 عظيم إني أنا أروح معهم. ما رضيت، حاولت اعتذر وهيك ما قدرت، جروني جر من بيتي. قمت رحت. وشو أكلتي بالمطعم؟ ما دقت الأكل، قلت لك ما بحب أكل المطاعم. بعدين هن ما طلبوا شي بيتاكل، وما كتير، يا دوب شبعوا الأولاد. يا لطيف شو بخلا، لك مالهم قد الحمل، ليش لحتى يغصبوا الناس ويجرجروهم من بيتهم؟ أما صحيح إنهم بخلا وما عندهم ذوق. يمينا من سيرتهم هلا، قلتي لي إجيتي لعندي، شو كان بدك مني؟ إجيت أعطيك المية ليرة، إجت الدرس الأول لسهام. هاتيها بسرعة لأم حلقة من الدفتر. ليش أنتي مسجلتيها؟ طبعاً مشان ما أنساها، بعدين بتروح علي، لك ما بتعرفي لك مطرمخ هالمثل شو بيقول؟ شو بيقول؟ كل سر إذا جاوز الاثنين شاعة، وكل أمر إن لم يدون بالقرطاس والقلم ضاع. هاتي هاتي المية. تفضلي وقومي قوام شطبيها قبل ما تنسي وتسجيها علي مرة تانية. معلوم. أخبرني إجت الرزق. دايما جارنا صح. وهلا أم محمود إذا لازمك شي بطلب لك. لا تقبريني، شبعت، أكلت عن جمعة أنا. صح وهنا. على قلبك يا هنا. خالصين استاذ؟ ايه خالصين ايمو. اتركوا هذا صحن الفريكة، اتركوا. انا عندي القطاط بيحبوا كثير الفريكة، خاصة اذا كانت معمولة بلحمة موزة. تعال زق لي اياها هون، تعال. ازق تيك اواي. قوام. ما بدي اسوكي، قوام زق. أم محمود خذي الخبزات كمان. لا خبزات عيب سليم عيب. هدول مو إليك، هدول مني للقطاط. ايه هات إذا كان رفض قطاط. والمخللات. ايه هات مخلل، يبلي بيقتلوا هذا القط اللي عندي، شو بيحب المخلل. هات. هلا أنت شو الله عذبك بهيك أكلي؟ تك اطفي وجهها، هو كل يوم رح يشتهي الأكلة. كنا اشترينا له بكره الضراب استخن عوامي. مو طيبة عوامة السوق، بالبيت اطيب، على القليل بتعرفي شو عم تحطي. مطولة ام محمود؟ لا يلا ها خلصت، روحي انت حطي الزيت وحمي مشان اليوم. يا على عيني. كمان هدول ما بيكفوا. هيك لك كمان، حطي كمان. العوامه لازم تعوم عوامان، لكن ليش بحمص بسموها فواشات؟ لانه بتفوش على وش الزيت. حطي القنينه كلها ما بينكبوا، بيضلوا لمره ثانيه. ولي لسه في مره ثانيه؟ لك ايه مره ثانيه وثالثه ورابعه وخامسه، دول الزيتات ما بيصير لهم شيء، بينقلب يرد فيهم. انت ما دام احتجتيني بعوامه نادي لي، بتلاقي ام محمود شباكي لباكي بين ايديكي. ها 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 هيك منيح. ورجيني لشوف. تفضلي حطي كمان. هيك كمان. هيك كمان. ايه هيك ايه حاجه بكفوا بكفوا، يعطيكي العافيه. روحي انت شوفي جوزك ولادك، روحي بعد نص ساعه رح تاكلوا اطيب عوامه بالعالم. هذا أنتي؟ أنا الحين شو؟
شيل يا من تمك واحكي منيح عن محمود. أنا الحقيني بالمرهم إيدي عم يهبوا علي هب. قريتهم يهبوا عن حق وحقي. شو رجعك؟ انبالي رحتي وخلصت منك. ايه انا وين سرحتي وصفنتي؟ تعي اوام بهذه الروس اصابيعي عم يجعوني. فسي هنا فسي. عم نفقس. هي اكتر شي عم تحرقني. ها لا تزعلي. حاجة هنا خليهم لدهنة تانية. سكريه ورجعيه على الكيس اوام. تكرم عينك ان شاء الله ارتحتي. يعني حاسب حالي احسن ها. اما انا شو هالادويه غليانه كثير يا بقيله الصيدلي معي 200 ورقه. لا غليانه كثير مرهم الحرق صار حقه 300 ورقه. مو المرهم اللي حقه 300. لك شو هو اللي ب 300؟ انا جبت حب 500 تبع الالتهاب ودواء سعله ودواء للرشح ودواء لوجع الراس متحميله. ايوه طب دواء المسكن ودواء الالتهاب فهمنا بفيدوكي للحرق، بس الرشح والسعله والتحميله مشان شو؟ لك جبتهم احتياط، بركي انا رشحت بالليل بتلاقي الصيادله كلها مسكره. تصطفلي، انت حره. اما شو اكابر هالصيدلي وابن حلال؟ تاري شو بيعزكم وشو بيحبكم. ليش شو عمل معي؟ لما ما كفت ال 100 ورقه اللي اعطيتيني اياها، قلت له يا ريت تسجل الباقي على الاستاذ جميل. اللي تكرم عينك وعين الاستاذ جميل، استاذ جميل ما في منه بيمون على الصيدليه كلها. يعني هلا ال 200 ليره اللي بقيت تسجلت علينا؟ ايه وقال ايمتى ما بتحبوا تدفعون هو مأمنكم. يكتر خيرك وخيره. ما قلتي لي هنا وين وصلتي بالاكل يا ترى؟ حشيتيهم للكبايات؟ حشيتهم وقليتهم. شوفي ام محمود شو رايك تروحي انت على بيتك مشان تستخدمي الدواء مشان تطيبي بسرعه وبعدين ببعث لك واحد من الاولاد ومعه كم قرص كبه. روحي. لا والله انا معقوله اترك حبيبه قلبي هنا تتلبك بالعزيمه شيت المعزيمه؟ اعوذ بالله ما بتركك انا بنوم. دوقيني لشوف وحده يا ترى طلعوا طيبين. هاتي هاتي هاتي. اي او اه شو بك؟ شو صار؟ احترقوا ايدي. بشو؟ بالطنجره. اجيت لنزلها ومن على النار احترقوا لهب وعم يلهبوا علي لهب. شو ساوي بحالي؟ دبريني انا. اي في واحد بينزل طنجره سخنه بايدي؟ ما ليك المساكات قدامي. ما اجى ببالي انه هي سخنه لهالدرجه. شو بدي ساوي؟ دبريني. افتحي عليهم المي البارده. هنا هنا افتحي لي اياها انت. انا مالي قدراني لقه لقه. امانك شايفه ايدي مزفره بالكبه؟ افتحيها بروس اصابيعك محمود. وروس اصابيعي عم يجعوني. افتحيها هنا. امري لله. هاي فتحتها. بردوا ايدي وخف الوجع. تعي سكريه هنا. خايفه ابرد ام امرضها. بما انه خف الوجع سكريه انت مو شايفتيني مو فاضيه؟ يا لطيف يا لطيف. ليكي قديش حمر وهنا خصها هي عم تنقف علي نقف. سلامتك. قلتك يعني بفقفقوا؟ ان شاء الله لا. ولا رح يتركوا على؟ ان شاء الله بيطيبوا وما بيتركوا اي اثر. ولك بيطولوا ليطيبوا؟ ان شاء الله بيطيبوا اوام. ما بدهم دواء؟ ان شاء الله لا. وبركي التهبوا؟ خدي دواء. بس بيقولوا بالتلفزيون الوقايه خير من الف علاج. لازم انا اخذ لهم دواء قبل ما يلتهبوا. على راحتك ام محمود خدي دواء. عندك حبه 500؟ عندي حبتين بس خلص اعطيك اياهم. بكفوا حبتين؟ ام محمود مشان الله تركيني. اذا ما كفوكي حبتين بنزل بجيب لك علبه كامله من الصيدليه. بس تركيني اعرف اشتغل. اشتغلي حبيبتي اشتغلي. يا ريتني قدر ساعدك كنت حضرت الاكل كله عنك. بس مثل ما لك شايفه ايدي انحرقت انعطبت انا. لا ام محمود انا ما بدي اياكي تساعديني بس تركيني اعرف اشتغل. اشتغلي حبيبتي اشتغلي. راحت. انا معك قلبي معك رح اشاركك مشاركه وجدانيه. هات رقبتك جميل. شو رح تعملي؟ بيطهر لك محل القرصه. 100 مره قلت لك هي مو قرصه نحله. بعرف. شو بتعرفي؟ بعرف انه هاي قرصة دبور. تقبر قلبي تقبر قلبي بعينتها كبيرة. على مهلك عم تشعني.
قرصت الدبور ما وجعتك والقطنة عم توجعك؟ ولك على مهلك حاجة تحفي هريتي لي جلدة رقبتي. خلاص حبيبي بدي طهر لك ياها، طول بالك. خلصت خلصت حبيبي. شوف حبيبي، وانت نازل لعند الصيدلي بدك تحاسب على فاتورة ام محمود، جيب معك ظرف كامل حب التهاب احسن. شو عم تساوي هون انت وياه؟ عم نتفرج على قرصة الدبور. يلا على اوضتكم. فرجيني بابا. شو بدي فرجيه؟ قرصة الدبور. ها ليك اشوفها. ها هلا انت متأكد انه هاي قرصة الدبور؟ امك هيك قالت. مسكينة يا امي، بس لو انك متفرجة على هداك الفيلم لكن تعرفتي شو هاد، غشيمة، بدك شوي تدرس خصوصية. شو عم تقول؟ عم اقول ما اجى الدبور يرسل البابا غير من هالمحل. شايف شايف؟ الله يكون بعونه. بس ما قلت لنا شلون قدر الدبور يقرصك من فوق قبة قميصك؟ لك شفتي هذا اللي بيفهم يا هيك الأسئلة يا بلا. هاتي قولي لنا لشوف شلون الدبور قدر يقرصني من فوق قبة قميصي. بجوز كنت فاكك قميصك، قام اجى الدبور وقرصك، القرصة بتصير بثانية. ما في خواص، صمام الأمان ما راح ينفجر، مخي اللي راح ينفجر. يضحك بعبك ما لقيت على خير. صيام؟ منين طلعت لي هنا بقصة الصيام؟ بحياتي ما سمعت عن واحد بيصوم طول النهار هيك بدون لا أكل ولا شرب. إيش وعاملين أضراب؟ إيش وعليه؟ خليهم يعملوا أضراب من حظي. هنا ما تواخذيني. شو محمود؟ ماني شايف المرهم بيتمك، ما بدك يعني يدهلك ايديكي؟ يا هنا شو هي شغله وكار؟ ميرسي كثير لك انك دهنتي لي اصابيعي. خلاص مشي الحال، كتر خيرك، من هون لبكره فرج ورحمه. نسيتي شي حتى رجعتي محمود؟ ايه نسيت اساله للاستاذ جميل شو يا ترى الندر اللي نادره انت؟ ما بعرف. شلون ما بتعرفي؟ ما بدك تصومي معه، معناتها بقصكم كلياتكم. نحن صايمين بصراحه ام محمود مشان ننتقل من هذا البيت. ارتحتي؟ لي تنتقلوا هنا؟ ليش حبيبتي بدكم تنتقلوا؟ بيتكم ما في منه كبير يخزل عينه ومشمس. مو عاجبني محمود بنوب، ماني مرتاحه فيه ابدا، بدي ادور على بيت صغير حتى مشان اعرف نطفو اكثر من هيك. من هالناحيه هنا ما تهك لي هم، بس يطيبوا ايدي بصير بساعدك انا بتنظيف البيت، براعيكي ما باخذ منك زياده، بعمل لك خصم. يا ريت، بس جوزي ما بحب حدا يجي يساعدني. اشو الشغله على كيفه؟ اذا ما بيقبل يجي هو يقش ويكنس ويمسح. ما بكفي انت حضرتك جايه من الوظيفه شقيانه والكاني عصرتي اضرب عليكي؟ ما بكفيكي طبخ ونفخ؟ هذا غير الجلي والغسيل. بكره بقول له. في شي سؤالات ثانيه ام محمود؟ سؤال واحد بس. تفضلي. بس ما اكون عم ضايقك باسئلتي، اذا كنت عم ضايقك انا قليلي ابطل. لا شو عم بتضايقني ام محمود؟ شو هو سؤالك الثاني؟ كم يوم رح تصوموا؟ انا ما بعرف، ما قررت لسه. يعني تقريبا يوم يومين جمعه شهر؟ لا شهر كتير، نصوم جمعه. ها انا هذا هو الحساب اللي حسبته، والحساب اللي حسبته انا طلع مزبوط. فقلت يا سعديه يا بنت المسعود لازم تجي وتنبهيها لحبيبتك هنا. وشو الشيء بدك تنبهيني عليه ام محمود؟ رح اقول لك، إذا أنتوا بدكم تصوموا صوموا حبيبتي، مو إنه ما تصوموا، لا صوموا، إلهي وسيدي مولاي يتقبل منكم. بس هنا البراءات اللي بالبراد ما بيضاينوا جمعة. حطيتهم بالفريزة. بعرف حطيتيهم بالفريزة، بس ما حكينا إنه البراءات بلا مرقتهم مو طيبين، والمرقات مثل ما بتعرفي ما بينحطوا بالفريزر ولا بيضاينوا جمعة بالبراد، بتطلع ريحته. معك حق، أحسن شي كبهم. كبيهم حرام. أي شو بدي ساوي فيهم؟ مو طيبين بلا مرأة، والمرأة ما بتنحط بالفريزة بعدين ما بتضاين بالبراد جمعة، بتطلع ريحتها. صحيح، بس حرام تكبيهم بالزبالة، في ناس غيركم بيأكلوهم المستورين كتار. على كلين
إذا مصرة أنك تكبيهم آتيهم، أنا بكبهم عنك، عندي شوية زبالة بكبهم معهم. وإيديكي؟ شبهن إيدي؟ مو على أساس محروقين؟ شلون بدك تشيلي اليبرقات والمرقات وتكبيهم؟ لا تهكلي هم هنا، إيدي طابوا ما عاد فيهم شي، بدينتين طابوا، هنا شو المرام السحري؟ ها يعني هلا ام محمود ما عاد في داعي تنزلي لعند الصيدلي تبعنا وتشتري مرهم على حسابنا. ام محمود هلا باين انه ماشي حاله، ما بعرف لبكره شو بيصير. اذا ضلوا طيبين ما بجيبه للمرهم، لشو بدي اجيبه اذا كان ماله لزوم؟ بس مشان قرش قبل البيت وينتزع وتخلص مدته. لا ايوه يعني هلا ايديكي طابوا. ايه بقدر شيل فيهم ليكي، ما فيهم شي. ها لكن الحقيني ام محمود على النظافه. تعال يا حرام الشوم يا حرام. ام محمود شو رايك تاخدي هدول وتاكليهم بلا ما تكبيهم؟ حاكم ما حدا لقهم. ولا تذكرت اليبرق بلا مرقه مو طيب ابنه، كبيهم بالناقص. لا تخافي هنا، انا هلا عليهم شوية مي وبسخنهم بالناقص شوية دسم، لأن أنا عندي زيادة دسم مو ناقصني، حتى شوفي ليكي مليانة دسم عم رجرج. شوفي خاطرك هنا. هلا الكذبة اللي كذبتها بدي صدقها، بدي خلي جميل يدور لي على بيت تاني لأنه ما عاد يتحملها. فايدة كبه للكيس بالبراد. شو الأفكار اللي لك انتي؟ الجات اللي أخذتهم من مطعم سيفينير. شلون أنا قلت لها بحط شوية مي سخنة وبسخنهم بالناقص شوية دسم؟ قالت لي اتركيهم انا ببقى بساوي هيك بعد الصوم. يلا مرقت وما انتبهت. يا حادي الركبي سلم لي على خور فكاني. يا ابن الواوية لك ما بدك تبعت لي مصاري؟ لا تبعت لا تبعت، عم دبر حالي انا. ان شاء الله خف الوجع ام محمود. ايه خف الحمد لله. انا شو هالدواء سحري تقولي؟ بس يضربوا مزغرينه دهنه والتاني خلاص. تكرم عينك، هلا انزلي قوام على الصيدلي قبل ما يسكر وخدي مرهم تاني على حسابنا. لا ام محمود بس هيك كتير، انتو شو ذنبكم لحتى تدفعوا لي حق الدواء؟ صحيح هو انا انحرقت ببيتكم وبطنجرتكم، يعني اصابه عمل، بس الحق علي انا. ها كان لازم انتبه وانا عم احملها للطنجره اشتلق انه هي سخنه. بسيطه ام محمود ما مشكله، انت روحي على الصيدليه قبل ما تسكر قوام. لك اتسكر شو المشكله؟ هلا دهنت انا ايدي ومشي الحال، بكره بس انا ونازله اشتري الخبزات بمر لعنده. على راحتك. اما هنا شو كانت عزيمه اليوم؟ الله يعطينا العافيه انا وياكي، الاكل كان طيب والضيوف اكلوه انبسطوا، بس الاكل ثلاث ارباعه ضل مثل ما هو. ايه انا كترته قصدا مشان احطه بالفريزر، وبتعرفي ام محمود انا موظفه مو دائما بقدر اخذ اجازه مشان اطبخ. عملتي زينه العقل، الاكل لانه يلي حطيتيه بالفريزر بكفينا جمعه. بتعرفي انا كثير بحبها لهالطريقه، الوحده امتى ما انزنقت بتطالع بقى من هالفريزر وبتمشي الحال. ما قلتي لي بكره شو بدكم تتغدوا؟ بقصد يعني انو اكله بدك تطالعيها من الفريزر؟ ما بعرف لبكره فرج ورحمه.
تعرفي لك هنا، انا عم فكر انه نتغدى بكره اليبرقات، ما بيصير لانه يضلوا بالفريزر كتير ما بيلقوا، منكسب مرقتهم. نعم الا كان اذا بدك انت تحطي اليبرقات بالفريزر وتطولي، منين بدك تسكبي المرقه؟ لانه المرقه ما بتنحط بالفريزر وحرام تنكب كل الدسم فيها. بكره منتغداهم وبعد بكره منفكر يا مناكل الكبايات يا عش البلبل. نتغداهم وبننفكر؟ عندك رأي تاني؟ إذا عندك قولي. إيه عندي. نحن ما رح نتغدى بكرة بنوم. جميل عازمنا على الغدا برا؟ إذا مصر على العزيمة معلش بيتحملوا المرآت لبعد بكرة. ولا رح نتغدى برا. لكن رفيتك اللي رايح صوتها مدري لوين، هي بدها تردنا العزيمة اللي نحن عملنا لياها اليوم؟ لا هي ولا هي، لا جميل عازمنا ولا رفيقتي بدها تردنا العزيمة. لكن وين بدنا نتغدى؟ ولا بمحل. شلون؟ نحنا بدنا نصوم بكرة. بس رمضان مطول. ندر أم محمود، علينا ندر وبدنا نوفي، بدنا نصوم من الفجر للمغرب، يعني طول اليوم ما رح ناكل لا أكل ولا شرب. بس أنا محروقة ما بقدر صوم مشان حبة الالتهاب. هنا هنا. هذا انت. اهلين ام تحسين. كيفك ام محمود؟ اهلين ام تحسين، اهلين بالحمل والمحمول. اشتقت لك، ليش ما عم شوفك؟ تعي قودي توف شي. امبارح كنت عندك لسه. تركينا من امبارح، نحن اولاد اليوم والله والله. واي بكسر الهاء وعقد اليمين. تذكري يا ام تحسين انه ام محمود في ذلك اليوم قالت لي هذا الكلام. ام تحسين يوم اللي ما بشوفك فيه انا بحس شي ناقص. هلا قليلي تغديتي ولا لسه؟ لسه، حدا بيتغدى بهالوقت؟ بكير. كتير منيح، هي صحن رز بازاليا حطيت لك فيه نص كيلو لحم غنم مشارك. ليش بعذبي حالك ام تحسين؟ ليك البراد عندي ملان متلتل صدوره صدوره. فوتي ام تحسين اذا بدك تشوفي شوفي. ها ارتاحي ام تحسين. اهلي عدي هون هون ام تحسين، صدوره للبدوره حبيبتي انت. انا بعرف يا ام محمود انه الاكل عندك كتير، سلامة خيرك، بس هالصحن اشتهيت لك يا حاكم. هديك المره ما قدرت تدوق صينيه الكواج ولا انا. ستي الجايات اكثر من الرايحات، بكفي انك عم تتذكريني. ام محمود الك ولا للديب؟ خير. ما في الا الخير. بتعرفي اخوك ابو تحسين قاعد بلا شغل وما عم يلاقي شغل، وبتعرفي انه جاي على باله يفتح دكان تسماني، عم يدور على حدا يديننا ما عم نلاقي. أنا هيك صفناني وعم فكر مين ممكن يديننا، ما لقيت غير أختي وحبيبتي وجارتي أم محمود. أنا من اللي؟ لا ما منك أم محمود، من ابنك اللي بخورفك كان. الله يخليلك يا رب، يعني أكيد محوش له شي قرشين. قولي لأم محمود بركي بيبعت لنا فروق محل وبس يجي منرجع له اياهم. دين شو قلتي؟ إلي؟ تعي أم تحسين عاوزتك أنا شوي حبيبتي. خدي صحنك أنا تغديت، الله معك، مع السلامة. شبكي امجد واغياد ناموا قبل ما يتغدوا. يبعت لك حمى انت الثانيه. انت الثانيه يعني انا الاولى؟ بحفظ ضربي ست ما يرد. منين هي التفاحه؟ هي تفاحتي. ليش الماما ما حطت لك تفاحه بالشنطه؟ ليش انت ما اكلتها؟ لا ما اكلتها. ليش ما اكلتها؟ هيك انا حر اخي، وقت اللي كنت بالمدرسه ما كنت جوعان، هلا جعت اجى على بالي اكلها. انت اخو مرائي. ليش عم تتخانقوا شباب؟ ما في شيء جاتنا، ما عم نتقاتل. صوتكم واصله لعندي، شو القصه سلي؟ طارق خيرا مني لانه اكل تفاحته بالمدرسه، اما انا اكلتها هلا قدامه، هو ما معه تفاحه ياكلها. تفاحه؟ ليش انتم مو صايمين؟ شو المناسبه؟ رمضان لسه مطول. هلا يعني انت واخوك اليوم اكلتوا تفاحاتكم؟ هو اكله بالمدرسه، اما انا عم باكلها على الدرج. سليم تعال لك حبيبي، تعال. يا ترى الماما والبابا قبل ما يروحوا على الشغل فطروا؟ ليش عم تسالي انت شو دخلك؟ اذا فطروا ولا ما فطروا بدك تفطري معهم؟ لا حبيبي ما بدي افطر معهم، انا عندي فطور، بس بدي اطمن عليهم اذا كانوا بياكلوا قبل ما يروحوا على الشغل ولا لا، لانه امبارح انا سمعت الدكتور بالتلفزيون.
التلفزيون عم يقول انه الواحد لازم يفطر بكير ضروري مشان ما تصير معه قرحة، مشان هيك عم بسألك، مشان إذا ما عم يفطر ومشان نبونا، لأنه القرحة مرض صعب كتير، اللي يعني يفطروا اليوم ولا لا؟ ما بعرف، بجوز فطروا بجوز لا. لطيف شو قاريح، أنت طارق تعا، اللي أنت ما بتعرف كمان؟ أنا وأخي منروح على المدرسة قبلهم، بقى ما بنعرف إذا بيفطروا بعد ما نطلع ولا لا. ها إيوة فهمت، قلوا لي يا أبطال، انتو مالكم مبسوطين بالعيشة هون بالحارة؟ حدا عم يزعجكم شي؟ ما حدا عم يزعجنا، بس ما حدا بيلعب بالطابة بالشارع. أحسن، لأنه اللعب بالطابة بالشارع خطر كتير. ما بتعرف، بجوزوا انتو عم تلعبوا بالطابة تكسروا لكم شي برور، أو تمر شي سيارة مسرعة تفعش شي واحد منكم بالحارة. هيك أحسن، حارتنا كتير كويسة وما في مثلها. وإذا أهلكم حبوا ينتقلوا من الحارة لا تخلوهم، قلوا لهم نحن حبينا الحارة كتير وما بدنا ننتقل. شو؟ جاتنا محمود، تعال لي تعال. شو حبيبي سلمي؟ أنت شو مصلحتك بالموضوع؟ أنو موضوع؟ موضوع بقاؤنا في الحارة أو انتقالنا منها؟ سليم، أنا ما لي مصلحة سوى أنني أحببتكم جدا وحبيت جيرتكم. أنا ما بيهون علي أني أنا فارقكم، أنتوا ما بتحبوني ليش؟ بيهون عليكم تتركوني وتنتقلوا من الحارة. أنا مو فارقة معي، وين ما رحنا منلاقي جيرة. وأنت طارق؟ أنا ما بيطلع بإيدي شي، إذا بابا وماما قرروا إنه بدنا ينتقلوا بدنا ننتقل. تعا سليم تعا. الظاهر إقناع الأولاد ما رح يعطي نتيجة، لازم أقنع الأب. خير ان شاء الله، بلاقي جاي ماشي. شو وين سيارة السياحة؟ اهلين هنا. اهلين، شو مالك بالعادة جاي من الشغل على بكير؟ شو القصة؟ مديرنا راح بكير امنا فرقنا. ها ايوه، مشان هيك ما وصلتك سيارة السياحة. وشو عرفك انه سيارة السياحة ما وصلتني؟ انا بالصدفة انا كنت على البلكون عم اتشمس، قمت شفتك جاي ماشي. لا هي وصلتني بس لعند الصيدلية وراحت. خير، في حدا مريض؟ ليش الصيدلية؟ نعم محمود ما في حدا مريض، بس رحت دفعت الدواء اللي عليكي. شفتي هالصيدلي شو طلع قليل أصل؟ خير محمود شو عمل؟ ما رضي يبيعني دواء تاني بدال اللي خلاص. أبي جوز ما بقي عنده. لا هو هيك قال، أنا ما صدقته، ما بده يبيعني. وليش ما بده يبيعك؟ في تار بينك وبين ما سمح الله. لا أنا منين التار بيناتنا؟ بس هو يخاف يكتر عليكم الحساب، تقوم تطولوا عليه بالدفع. لا يا ام محمود، ماله حق ابنه، هلا بدي خلي جميل ينزل يبهدله. لك لا يبهدله ولا شيء، انا فتحت لكم حساب بالصيدليه الثانيه. انه صيدليه؟ الصيدليه اللي باخر الشارع. وشو المناسبه؟ رحت اخذت من عنده مراهم لايدي، لقيت كثير عرف، قلت لحالي قبل ما ينفقوا لحقي حالك بكم وحده. قمت اخذت ثلاثه، بكفوا ثلاثه ما هيك؟ شوفي ايدي بلشوا يطيبوا، ها ما هيك؟ يا الله يشفي لك اياهم. هنا بدي خبرك خبر، بس وعديني ما تنحري. ايه خير ام محمود، شوفي احكي. توعديني ما تعيطي عليهم للاولاد. ام محمود احكي، الاولاد عاملين شو عملي؟ لا بس شو ام محمود سيبتي يركبي؟ فطروا؟ ما فهمت عليكي. هلا انتو صايمين ولا لا؟ لنفرض صايمين. لا بدك تقليلي، صايمين ولا لا؟ صايمين. لحالكم ولا مع الاولاد؟ ام محمود نحن والاولاد. معناتها لازم تعرفي طارق وسليم فطروا. وانت شو عرفت؟ شفته لانه لسليم عم يهرش تفاحه. هلا هذا الموضوع اللي صار لك ساعه عم تقولي لي لا تنحرم من شانه؟ ما بعرف، بالي رح تتضايقي. الاولاد صاموا والله فطروا هن حرين، المهم انا وجميل صايمين، ويا ريت انت كمان تصومي معنا. الله يتقبل. ما زالون صايمين، شو بدي فوت ساوي عندهم؟ لفوت سخن هاليبرقات واشفط لي معهم شوية لبن. طيبات، تسلموا ايديك على هالنفس يا ام محمود يا سعدية يا بنت المسعود. الصايطة شوي على شي.
نطفي تحتها. لو عندي لحمة كنت حطيت، ناقصة لحمة وبصل وملح. يلا ماشي الحال بلا. أحسن شي بكرة أسكب لهنا زبدية من هالشوربة الطيبة، حاجتها صوميا ليكا ربحت لها 3 ملايين، رح تحقق كل أحلامها. مانو بالعادي يتأخر، ليش لهلا؟ معقول يطول أكثر من هيك؟ سوس إجا. خير أم محمود، ليش عم تبكي؟ أخ يا جاري العزيز أنت، أخ يا شان أنت، أخ يا طيب أنت، أخ يا كريم أنت، أخ مسلخ. أخ يا جاري يا كريم يا شان يا أمير أنت. خلها خير إن شاء الله، بس خلصي أخ أخ خبريني. خلصت جارنا، خلصت خلصت. أنا لو بتأخ أخ من هون لبكرة ما بخلص. احكي شو بدك؟ ما بدك تعرف بالاول ليش عم بتوخوخ. طيب ليش عم تتوخوخي؟ مريني. طلبي انا بسيط كثير ابو طارق، وانت قادر عليه، وانا ما راح انسى لك هالمعروف طول حياتي. من شوي انا كنت عند الدكتور وقال لي مصيبه يا ابو طارق، مصيبه، لك دموعي على العرض خدودي. مصيبة يا شام يا أمير يا كريم يا جاري العزيز أنت، مصيبة. محمود الله يخليكي، إذا بدك ضلي تبكي هلا حاجة تبكي، احكي احكي لأفهم شو بقدر ساعدك. ما رح أصير، والله ما رح أصير. بعرف والله بعرف إنك ما رح تقصر. أنا لو مو معتبرتك مثل ابن عمي ما كنت فتحت لك قلبي وشكيت لك همي. احكي. دكتور القلب قال لي معك نشفان بالعروق ولازمني عملية مشان بدله. شو بدك تبدلي؟ عروق القلب. ماشي محمود، انت فوتي هلا على شقتك وارتاحي، وبكره انا باخدك على دكتور المديرية، عندنا دكتور قلب شاطر وبشوف اذا لازمك عملية بنعمل لك اياها، تكرم عينك. يعني رح تعطيني مصاري مشان العملية؟ ايه ما بدنا نتأكد بالاول اذا لازمك عملية ولا لا، بعدين فرضا لا سمح الله اذا بدك عمليه بنعمل لك اياها بمركز جراحه القلب مجانا. لا تكلي هم محمود. ليه عم تبكي؟ لانه ما كان املي فيك هيك يا كابر يا شام يا امير يا طيب انت يا ابو طار. ليش بشو قصرت معك انا؟ بدك تزتني بمستشفى الحكومه مشان موت فيها، ما بدي وقف على الدور اكثر من سنه بجوز موت وما يجيني دور. بهون عليك يا امير يا شام يا كريم يا جاري العزيز يا ابو طارق اني موت وتنحرم من جيرتي. طمني ما راح تموتي. ولا الا تعال الا راح اعمل عمليتي برا، ما راح كلفك كثير، 500,000 بكفي. نعم شو قلتي؟ ما بكفي؟ معك حق، 500,000 ما بتعمل شيء بايام هالغلا، وبعدين ما بيضروا إذا أخذت معي شوية زيادة، رح أخذ 700,000 فرد مرة، وإذا فضل معي شوي بجيب لكم فيه هدايا. أم محمود شو قالوا لك عني؟ فاتح مغارة علي بابا أنا؟ هلأ 700,000 صار بدهم مغارة علي بابا؟ قول ما بدك تنقذني من الموت. بدك الصراحة؟ لا. لحظة أنا أبخاله هالحمصة؟ حصتي بدي اخذها، قال ايه ونقال بالرضا بالذوق بدي اخذها، شو اسمي لك عن جارته انا؟ والباب على الباب. اي ليش قاعد ناطير؟ لك ليش ناطير؟ ليش ناطير؟ هذا البلكون بلكونيت كيف ما بدي بقعد فيه، لا شو بقعد فيه؟ ياسر العظمي بيقول لهم ببرم فيه يا اخي، ببرم فيه يا اخي، ببرم فيه. يا رزيب يا رزيب يا رزيب. وينك؟ بيعني يا نصيب؟ ايه وينك؟ وينك؟ هون انا ليكني؟ ايه اطلع لعندي. بقاله طابق انت؟ اطلع يطلع البلع شيتك، مالك شايفني قد الدبة، اطلع برو من هون. اطلع عم استناك كبتولة. يلا جاية جاية. لك تعال تعال هون. ايوه انت هون. وين طالع لفوق هون انا؟ ايه قديش عم تبيع على النمرة؟ 70 ورقة. مبين عليك كربوج انت وحلو
وقمر وابن حلال طيب راح تبيعني اياها ب60. لا ب70 ورقة بدك خدي، ما بدك خليني روح. لك ليش هيك برطمت ونزلت لي شفتيرك وخدودك؟ عم نتفاهم لسه؟ لا انتو كلكم هيك بياعين اللي انا نصيب ولا متفقين علي؟ معك فراطة؟ اي 500؟ لا 100؟ لا الاف لسه ما طالعوا. شوف حبيبي اي انا معي 50 ايه؟ وخمسة 20 ايه؟ مع خمسة ترجع ليها ولا انزل لتحت اصرفها. لا لا معي هاديه. شبك اوان مديت ايدك؟ ما بدي نقي نمرة بالاول. ايه نقي تفضلي هات. ايه اختي على شو عم تتفرجي؟ الصور كلهم مثل بعضهم. بعرف هالشي تتقوص، شو مفكرني خوتها؟ لا بس في شي رقم تتفائلي فيه. شوف تعمل معي منيحة بسامحك بخمس ليرة. منيحة شو؟ يعني انت بتدلني على الرقم اللي بده يربح الجائزة الكبرى. ايه ليش لا بدلك. شوفي هاي بتربح جائزة الترضية، ما بدك اياها؟ ليش قديش بتربح جائزة الترضية؟ 30,000. شغلي فاضي خليك على الكبير. ها ليك اياه. الحمد لله انها كانت معي، خذيها. قلت لي هاي قديش بتربح؟ 3 ملايين. 3 ملايين. خليك متمركز هون، لا تتحرك تبسمر بارضك. جاي يلا بسرعة. فكري حالي بس اجدب، طلع في اجدب مني. وين عمتي؟ يلا عمتي 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 عمد باب ان شاء الله. شو بدناك؟ مصاري خود احد اطلع يطلع بلعب. ايه وين الخمس ورقات اللي بدها تعطيني اياهم؟ يا نصيب يا نصيب يا نصيب نصيب. فيك عشرات كونتشينا في البلكونة. شو بيقولوا له لعبوها؟ بصرة بش كعبة مجنونة. يردوا ردوا على بدون تين 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 تين. بيقولوا لعبوها فيك عشرات كوتشينة مجنونة. يا نصيب يا نصيب يا نصيب يا نصيب. وينك وينك يا شب يا بيع يا نصيب؟ تعال وينك هون انا؟ تعال وينك بيع يا نصيب؟ ايوه مين عم ينادي؟ لك تعالكني، مالك شايفني هون انا؟ وينك؟ لك هون يا دب. وينك؟ مالي شايفك. لك هون انا، شوف ها شفتني؟ ايوه ايوه. اطلع لي على المدخل الثاني هون. طولي بالك يا مدام، انا مدخل. لك هاد مو هاد الثاني بروم لشوف من هنا. طولي بالك يا مدام، سطلتيني ما عم بعرف من انه مدخل بدي فوت. بروم يبربوك برم. لك تعال هون ضربك الدكاش. تفضلي تفضلي يا مدام، نقي حظك بايدك. قديش الجائزة الكبرى؟ 3 ملايين. بس ما عجبوكي؟ لكن قديش بدك؟ بالي أكتر. إذا بدك أكتر يا مدام استني لسحب رأس السنة، برأس السنة بصير السحب الجائزة الكبرى 20 مليون. 20 مليون؟ ها هي جائزة محرزة، معك نمرة من تبع ال20 مليون؟ يا مدام هدول النمر ما بيصدروا إلا على رأس السنة. هلا خذي لك نمرة مشي حالك ب3 ملايين وتسلي بالمقصقص ليجيك الطيار. رح آخذ رح آخذ، بس بدي أسألك سؤال بالأول. تفضلي. الجائزة الكبرى شيت الأسبوع الماضي مين ربحها؟ ما بعرف، بس بعرف إنه البطاقة الربحانة كانت منبعها هون عنا. معناتها مزبوط، كشفتك يا جميل، بدك تخبي علي؟ جميل؟ خذي لك يا مدام نمرة خليني أنزل أتيسر. لك طول بالك، ليش بصلتك محروقة؟ عم ناخذ ونعطي لسه. الله يجيبك يا طولة البال. هات لشوف قديش النمرة هاي؟ 70 ورقة. 70؟ ليش 70؟ كثير، حاجتك 50. 50؟ بخاطرك. لك تعال تعال ليشك محمود؟ إذا هيك بدك تعمل مع كل الزباين ما بتبيع ولا ورقة. بيغنيني الله. لك تعال لا تقطع رزقتك بإيدك، راح أعطيك 55 ليرة، شو قلت؟ قلت بخاطرك. 60. أختي النمرة 70 ورقة، بدك بدك ما بدك خليني اتيسر. شو قلتي؟ 65 ولا فرنك فوقه. 70 ورقة ولا فرنك تحتهم، شو قلتي؟ طيب نقسم البيدر بالنص، رح اعطيك 67 ليرة ونص، فايت اجيب لك المصاري، اتفقنا؟ العمى وين راح؟ لك تعا وين رحت؟ تعا روحي عنا يا لك اطلع نتفاهم. ما عاد بدي بيعك، خلاني اطلع بيعك. خرجك الله لا يقيمك.
ليك ليه فز ومشي كأنه ما صاير له شيء. فيك عشريت كوتشينا شد يعني. يلا منيح اللي راح وفر علي حق النمرة. هذا اللي نصيب كله زعبرة بزعبرة. بصرة بشكا عادة مجنونة. لا شلون زعبرة؟ هاي جارنا ربح الجائزة الكبرى 3 ملايين مالون قلال بيعملوا عمايله. تيتا تا تا تيتا في البلكونة فيرندا يعني. أنا ما لازم أطلع من المولد بلا حموص، لازم أخذ حصتي. بس شلون؟ سيارة جميل مو مصفوفة قدام البناية، معناتها هلأ بس يجي بروح لعنده. وين بده يهرب مني؟ وين؟ بباله ينفذ من الحلوان، بده يحطه مثل ما الله خلقه. تيتا 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 ترارا. الظاهر اني ما عرفت نقي حيلة مناسبة، شغلة القلب والعملية ما رح ينوبني منها ولا فرنك. إذا أخذني على الدكتور تبع مديريته رح يكتشف انه قلبي سليم وما في شي. لازم اخترع لي شي حجة تانية ما تتطلب كتير. 100,000 بالبداية ماشي حالة، بعدين ببقى بتدين من أنا 100 تانية باخدن على أساس دين، وبعدين عيش يا بديش لينبط الحشيش. ما إيه بس شو هي الحجة يا سعدية يا بنت المسعود اللي بدك تديني مشانها؟ شو هي؟ رد محمود لا ترد. ردي وني لا تردي. اكتشفت لحالي، بكرة بخلي هنا تقنعه لجوزة يديني. النسوان بتأثر على رجالها. قال بلا أم محمود طلع سليم. إيه شلون عرفتوه؟ يا سيدي من لا انت الدكتور اللي فحص هديك المرة وقال لها عروقك نشفانة ولازم لها تغيير، تلفن لها مرة تانية وقال الحالة اللي شخصتها مو حالتك، يعني هي طلعت سليمة. ايه مبروك. مبارك فيك. انا كنت يساعدك مشان العملية، كان بدي اسألك اياها اليوم. كتر خيرك، حكت لي هنا. الله يعطيك ويزيدك من نعيم وكمان وكمان. على كل أنا ما رح أروح لك ثواب مساعدة المحتاجين، أنا قاصدتك بخدمة تانية. شو هي؟ من حوالي كذا سنة ابني قبل ما يسافر على خور فكان سجل بجمعية سكنية على بيت مشان بس يرجع يتجوز في عقبال عند ولادك يا أبو طارق، وهلأ طالبين مننا دفعة يا مندفعة بيخصصوا لنا شقة يا أما بيفصلونا. وانت طبعا ما بيهون عليك ابني يرجع من الغربه يلاقي شقته طارت مشان مبلغ بسيط. وقديش المبلغ البسيط تقريبا يعني؟ 200,000 ليره بس. بس قليل ما؟ طبعا طبعا بالنسبه لك ما شاء الله وكان، يعني الله يزيدك من نعيمه مبلغ تافه، اما بالنسبه لي الله يتحنن علي هذا مبلغ كبير كتير مالي قدرته انا. تلفني لكان لابني يا يشتري خيمة بس يرجع يسكن فيها، يا أما يأمل مصاري من خلف فكان. تلفنت له أنا، قال لي ما معي هلأ سيولة، داخل بمشروع كبير وحاطت كل مصاريفي. بقى قال لي دبري حالك ماما، ديني 200,000 ليرة من حي الله حدا، وأنا بعد شهر تقبريني أو شهرين بالكثير ببعت لك ياهم. صح؟ صح أنا؟ هيك قلت لك أنا. إذا هيك ديني ماما. يعني رح تعطيني المصاري دينها؟ لا تفكر بدي اخذهم صلبطة. اوعي تفكري انا انه صلبطة، لا، بس يبعث لي ابني المصاري من خور فكان برجع لك ياهم، وفوقهم حبة مسك بالدرهم بدفع لك ياهم. وانا منين بدي امن لك ال 200,000 ليرة؟ روح افتح الباب ارجيلي، تعالوا نقول. ايه شو شايفتيني قاعد على بنك انا؟ اهلين ديلي. اهلين تقبرني. اهلين اهلين اهلين. طارق منيح؟ الله يرضى عليك، شلونك تقبرني؟ اشتقت لك يا اهلين. طرت عمي يا اهلا وسهلا. اهلين يا مو. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. اهلين يا مو. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. ايش هالزياره الحلوه هاي؟ بحل ايامك الهي. إيه جوزك صار له كم يوم ما طلع علينا ولا خبر، قلت حال اجي اطمن عليه. يا اهلا وسهلا. علي يا مو علي، انا الحمد لله مبسوط. انت طمنيني شلونك؟ منيحه تقبرني، عم ننتظر منك الاخبار بتفرح لنفرح لك. يا مو انا على حطه ايديك، لا عندي اخبار بتفرح ولا عندي اخبار بتزعل. هنا حطي لي لامي شويه فواكه بصحن راح يخلصوا. ابي واختي شلونهم؟ بيسلموا عليك ومنتظرين منك اخبارك اللي بتفرح. تفضلي مرت عمي.
وين ام محمود؟ قريضة بدها تسكتني بشوية فواكه، ما بدها ياي يبشرني، خايفة لأطلب منه شي طلب يقوموا ينقصوا المصاري. يا لطيف. شبك تيتي، في شي؟ لا ما في شي تيتي، ما في شي. شو ام محمود؟ شايفتك هون، شو جاي تاكلي من الحلوان؟ بستأجج أنا، بدي روح نام. لا لا، وين راح أخليكي هون ام محمود؟ لحقاني عنه، بدي لحق القيلولة. جيتي قلنالك لحقاني عنه. يا مو، شو قصة الحلوان اللي عم تحكي لها ام محمود؟ الحلوان عندك يا روح امك. عندي انا؟ ده كان عندي انا. هو انا مستعد جيب لك شو ما بدك، بس يعني هذا الحلوان شو مناسبته؟ انا بدي روح نام انا. عادي عادي ام محمود، عادي لك دقيقتين. عادي جارتنا، لحقاني عنه. عادي. على كل يا جميل، نحن ما بدنا منك شيء ولا لنا بعاستك، بس عيب عليك تخبي علينا هيك خبر. نحن اول الناس اللي لازم ندرى، نحن منحبك وما منحزدك. عن شو عم تحكي يا مو؟ اذا خايف ام محمود لتدرى لا تخاف، فهي بتعرف، هي اللي خبرتني. عن اذنكم رايح انام انا، صار وقت القيلولة. جيتي تعالي ام محمود، تعالي تعالي، عادي بدي افهم شو الموضوع. قومي. ما عاد بدي اكل هنا، خذي. محمود، شو مخبرتيها لامي؟ انا ما خبرتها، فتحت لها التليفون بارك لها وتواصلت عندها مشان يحل قلبك علي ابن عمي ابو طارق، لقيتها ما لها خبر. بس اطمن جارنا، وحياتك وحيات معزتك وغلاوتك وغلاوه انا ومعزتها، ما قلت لحدا غير لامك. اولتها واخرتها بدها تدرى بالخبر جارنا ابو طارق. خبر شو؟ خبر الجائزه الكبرى اللي ربحتها. قومي فيك، قومي فين ما لوين ابو طارق؟ قومي بكسر اجلك. انا شوفك هذا الكيف، انا ما الله لا يهنيك بعيشك، بدي اشوف خلقتك بنوبك لك. يلا روحي. طول بالك جميل، شغلي بالها محرزه، ما بتخليها تفوت لهم تكسيرها رجلها وما تفوتيها على بيتها. طيب حبيبي انت ما تعصب ما تعصب، شغلي فاضيه. شغلي فاضيه؟ لك افهموني شو القصه؟ انا رح احكي لك مرت عمي. يا ستي القصه وما فيها انه جميل، بسيطة يا جميل. عم تقلعني لك إلي؟ عم تقلعني؟ أنا بفرجيك، إذا ما نشرت خبرك بين كل الجيران ما بكون أنا أم محمود. بكرة بتشوفي شلون رح يوقفوا لك الطلابين من أول الدرج لآخرته. وليش لبكرة؟ رح بلش من هلأ. بمين بدي أبدأ؟ بمين؟ رح أبدأ بأم تحسين، هي شالة شي بكتار. يبعت لك قتلك انت الثانية. اوه انا وقت تحكيني. سلامتك يا ام محمود، سلامتك. الله يسلمك. انه ما حكيتي لي شلون صار الحادث؟ اتفركشت وقعت بالمطبخ. الله ستر لطف، منيح اللي انفدت برجلك. يعني مو عاجبتك اجري؟ لا لك ما هذا قصدي، قصدي يعني منيح لا سمح الله ما وقعتي على راسك، كانت انقرفت رقبتك. تصوروا انت ماشي مقروفه رقبتك، شلون بتمشي قدام الناس؟ كنتي صرتي مسخره. عم تفاولي علي كمان؟ لا يا ام محمود لا تفهميني غلط، انا ما عم فاول عليكي، انا عم اشكر الله اللي نجاكي بهالوقعه. ورجلي اللي انكسرت. بتتجبر، اشتغلي شغله وقت، كلياتها شهرين ثلاثه اربعه بتصيري بتنطي عليها مثل القرده واحسن. شفتي؟ شفتي يا ام تحسين؟ شفتي؟ شفتي على المصيبه اللي صارت لي؟ شهرين ثلاثه بدي اقعد انا بالبيت، لا طلع لا فوت. مين بده يجيب لي كاسه مي؟ مين بده يعقدني لهداك الصوب؟ لا تحكي لهم ام محمود، انا من هالناحيه كل ما صار عندي وقت بنزل بطلع عليكي وبشوف شو لازمك. كتر خيرك، بدي اعذبك. لا عذاب ولا شو اسمه، هذا واجبنا. الله يكبر واجبك. انه عجبك على هالفصل البايخ اللي عمله فيه الاستاذ جميل؟ شو عمل معه؟ رحت لعنده مثل ما قلتي لي، قام رفض يديني. بجوز ما معه، بجوز ها، مو اكيد. شلون ما معه؟ ما انت قلتي لي انه ربحان شي 3 ملايين باليانصي؟ صحيح انا قلت لك، بس الظاهر طلعت انا غلطانه، مو جميل اللي ربح الجائزه الكبرى، طلع جميل هداك شي تصايح الثاني، مو ساكن مصايحنا. ايه سمعت هيك شي، وسمعت انه ساكن قريب منا، بس ما فهمتي لي بأني بناي ساكن؟ لا عرفت ولا بدي اعرف، الموضوع من اصله ما بيهمني. شو بدنا نشحد وشحاده نحن؟ ربنا سبحانه وتعالى يرزق من يشاء يا اختي. اسفه ام تحسين، ما بقدر اقوم ساوي لك فنجان قهوه لانه رجلي مكسوره، ما بقدر امشي عليه انا.
خليكي مرتاحة، أنا بقوم بعمل قهوة. لا أنت حسين عدي، ما بدي عذبك أنا. لا ما في عذاب بنوم، بدي إياه بسويها. ما بدي، ما بدي هالغلبة، عدي أنت حسين. لك لا غلبة ولا شيء، هلا فنجان القهوة رح يتعبوني. قايمة قايمة ساوي لك أنا فنجان قهوة، لا تخليني أقوم. لا خليكي مرتاحة، بدي أقوم. صلاة محمد ما بتقومي بقى أنت حسين، شو قصتك أنت؟ لك شو أنا غريبة؟ لك مو قصة غريبة وما غريبة وقريبة وما قريبة. لك شو القصة؟ ما عندي بن. وين حطيتها ابو محمود؟ ما شفتني ما اتصلتني؟ رح يسحل عقلي. حطيت عقلي بكفي، وين حطيتها؟ المقوصة. ولي على انتو الحظ اللي قلي، ما فرحت بالملايين نزلها. لو بدي اخرب البيت فوقاني تحتاني بدي لاقيها. وين حطيتها؟ ما تكون واقعة مني امبارح وقت نزعت. وينها؟ المقوصة وينها؟ تعاين يبعث لك فالي. شو جابك لهون تا حبيبتي؟ تعاي لقيتك مع الحلال ما بضيع. لقيتها محمود. لا تبعت لي من خورفك كام مصاري، كدسهم فوق بعضهم. لقل لك ماشي، لمين طالع بخيل؟ ما كنت افهم وبدي خبيها. صح الا شي يد غريبة تسرقها كمان، لازم خبيها. وين بس يا ربي وين؟ لقيت الحل، لا تلحقوني. حبيبتي تعي. ها ويني هون حاطط. تعي لا بتضيع ولا حدا بيسرقها، ما بكفي. ايش حاجة؟ يلا نضبي لك. لا تنام بين القبور ولا تشوف منها ما تحشر. لا تعي. هذا انت يا محمود؟ شو اللي قومي؟ مو رجلك مكسوره والدكتور قال لك لا تدوسي عليها؟ شو اللي جابك؟ فوتي فوتي فوتي. جيت اسالك انا مشان الدواء، شفت يكون مو مزبوط. ولي اذا اخذته بيصير لي شيء معناته؟ ليش محمود شو بيعرفك انه الدواء مزبوط ولا لا؟ ليش بتعرفي تقري اجنبي؟ لا بس بعرف مايس. شوفي هنا شوفي، هذا الاحمر نفسه على الراشيطه، وهذا الاخضر كمان نفسه على الراشيطه، بس هذا هنا مو نفسه على الراشيطه. ليك شلونها مدوره ومعكوف دنبه مثل الحلزون على الراشيطه. شوفيها اذا بدك على الراشيطه مثل البسطون هيك طويله. هنا هنا ليكون الصيدلي مخربط معك وعاطيك دواء لكسر الايد بدل كسر الاجر. لا اطمني يا محمود، لا تخافي، هو الصيدلي قال لي انه الدواء الثالث مفقود، قام اعطاني واحد مشابه له. شو يعني مشابه؟ يعني مو نفس الشيء؟ الحمد لله منيح لي ما اخذت منه ليكون ما بينفع. لا اطمني يا محمود، لا تخافي، مشابه يعني نفس التركيبه، خدي منه ولا تخافي. وليش مغيرين اسمه؟ كل شركه بتحط الاسم يلي بدها اياه على ادويتها، فهمتي؟ بدك الصراحه؟ لا ما فهمت، اذا نفس التركيب شلون بده يكون له غير اسم؟ هلا خدي المجدره فيها عدس وبرغل وبصل وزيت، بصير اسمها غير مجدره؟ بيصير. شوفي ام محمود، هلا لو اخذنا البندوره والبيض والبصل وخلطناهم مع بعض شو بيصير؟ بيصير جزمز.
وفي عالم بتسميه شكشوكة. هلا الجزمان صار اسمه شكشوكة. كل واحد بيسميها حسب معتاد ام محمود، والدواء هيك نفس التركيبه بس كل واحد بيسميه شكل. يعني اخذ حبين؟ خدي. انت المسؤوله هنا، اذا صار لي شيء انت بتعالجيني. خلاص انا المسؤوله. زكاتك لك ان كاسه مي خليني ابلع على هالحبين. تكرم عينك. شاطره هالهنا باللف. يا سلام. هي تامن غدا بكره صحن المجدره اللي بالبراد بخليه غدا لبعد بكره. تفضلي ام محمود. تسلموا ايديكي، هاتي الحبين. تكرم عينك. شرفي. يبعتلون قتلهم كل مره شكل بيساووا الدبع، شي فقس شي على جنب. في العافيه. يعافي قلبك، شو هنا شايفتك عم تلفي ملفوف، جميل بيحبه. احترط شو بدي اطبخ له لبكره. معلشي، راحت معك الاكله يومين. هاتي لساعدك تعي. لا لا تعذبي حالك ام محمود، انت روحي على بيتك ارتاحي، انا بشتغل لحالي. لا ما بيصير لما ساعدك ام محمود، مثل ما قلت لك تقبري قلبي، روحي على بيتك وارتاحي وريحي رجليك. مرتاحه انا مرتاحه، هاتي لساعدك، ما بيصير انت تعملي هدول كلياتهم. تقبري قلبي ام محمود، انت ارتاحي وما عليك، انا بشتغل لحالي. حلفت لساعدك، قومي جيبي الكرسي. لشو الكرسي؟ مشان القي رجلي عليه. ام محمود حبيبه قلبي، انت تسطحي وشعلي التلفزيون تتفرجي عليه، بس ارتاحي. طب مرتاحه انا، قومي جيبي لي الكرسي. قومي. الله يجيبك يا طولة البال. طولة البال. شرفي ام محمود. بعيد هنا، قربي لي يا شوي. تفضلي. ساعديني هنا لارفع اجري. تفضلي ام محمود. جيني لشو؟ عالي كتير هنا، ما عندك أوطان؟ ما عندي. بلا عندك بالحمام، كرسي سليم الأزرق هاتي لي. يلا يجيبك يا طولة البال. طولة البال تانية. تفضلي محمود. إيه هذا منيح، خدي هذا. تكرم عينك. أي ما قالت. الله يجيبك يا طولة البال. قربي لي هالطاولة لقلك. أي هاتي لأحشي معك، هاتي هاتي الحشوة. تفضلي. ولا قلي احشي لحالك، تسلي أنا بسليكي كمان، بشاركك مشاركة وجدانية. إلهي سليني برحمته. فريج كباب. فريج كباب. لا فريج هلا بتشوف. بتشارت انه كباب؟ ايه بشارت. من شو لشو؟ يعني باكل حصتك يا انت بتطعميني حصتك. ماشي نعم. وانا شو بستفيد من كل هالشغله؟ على حالتين رح اخسر. بدك بدك ما بدك تنباع بالعزاء. ليه اجا عم يطلب اسرة؟ الله يرضى عليك يا ارجيلي. شو جايب كباب مو؟ لا فريج مو هيك بابا؟ لا كباب ولا فريج. لك انا شو جايب؟ عالغدا بتعرفوا وين اما؟ رجعت تنام. روفي اياها الا البابا اجا. حاضر. بابا قل لي الي، شو جايب كباب مو؟ لا ما بدي الا. طارق مو هون، قل لي الي. ما رح اقول لك. بابا؟ اه. المهم شو كانت امبارح عم بدق بالهاوي؟ ما قلت لك انه دواء الي؟ ما عم تدخل على عقلي. وزعتهم على الجيران ومشي الحال. ليك ليك صار يتحرك النصاني واللي جنبه. لك شو هالسحر شيت هنا؟ عطى نتيجة. رجلي بلشت تخف وما عم تنقف علي لجرب امشي عليها. عم امشي ما عم تجعني. الله يصلحك يا هنا، ليش ما عملتي لي هالسحر من اول يوم؟ ما كنا تكلفنا وجبصناها. بقيان الرزقه يا ترى شو هي؟ هنا قالت لي انها رح تكون رزقه كبيره. اليوم شو؟ اليوم التنين، معناتها بكرة التلاتة، بكرة السحب، وبكرة رح تجي الرزقة. يا سلام عليك يا هن على هالسحر.
فرري كباب فرري كباب فرري كباب فرري يا سيدي انتو اثنين ما حسرتوا قوم شوفين بابا قوم مرحبا طارق كيفك مرحبا ابو طارق يا برني هلوس خير يا محمود ليش كل هالبوس هلقتيني وجعتيلي خدودي بدي هريوم بدي نتفون تنتيف خير شو صاير لي شوفي شو بدي شو نتيجه سحري انا سحر اللي اعطيتيني اياه وخبزته وقطعته ووزعته شو نسيتي انا لا لا تذكرت شو سوا فيكي طيب لي اجري ليكي عم دوس علي حتى اصابيع عم تتحرك شوفي حتى النصاني عم يتحرك يا عيني ان شاء الله الف مبروك معناتها الدواء اخذ مفعوله حاجه هنا حاجه تتواضعي لولا سحرك انت ما بتطيب اجري وبدوس عليها اتغديتي محمود مالي نفس من فرحتي باجري يا سلام ليكي شلون عم دور مثل اليويو شفتي سحرك شو عمل على راحتك كنت بدي ذوقك الفطاير بس اذا مانك جوعانه بتصطفلي وانا ما راح ازعلك ابنه بيبعت له فالج اللي بده يزعلك راح بالحكم بفطيرتين انا هات شوفي ها ما بعرف تحيي انت وشوفي بعدها بستنى ابني كبسل شو هالدولاب عم يركب على 8 لك وانت شمقري منين جابوكي رح يخلص السحر ولسه ما ربعت جي سحر هنا طلع فافوش لحا ما حطيت 70 ليرة على الفاضي أطفال 1-2 اطلع سبعة صفر 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 قولي 1 الحقوني أنا أنا لحقوني رح أموت حطي على القناة الثانية تكرم عينك ها؟ عالم الحيوان طفي اي حاضر لحقوني أنا سامع جميل شوفي هذا صوت المحمود عم تستغيث ها؟ قومي لنشوف شوف جلطت انا لا رح تشرب عندي وزيدة شو جميل طلب الاسعاف على السريع طلب اوام جميل اوام طلب لي الاسم من هان مفصول ماليا شافت شلطة دكتور علمك ساعدني يا جماعة ساعدوني يا جماعة خليكي برا خليكي برا ما بتعرفي الأنظمة والقوانين هون شو بعرفني أنا جميل تكون ماتي لا شو ما محمود عيونا شفتي جميل تكون ماتي لك لا مو محمود شفتي بس شو كنا عم يعملوا لجميل؟ عم يسعفوها كيف عم يسعفوها؟ لك ولعيه لعلفي محمود لك عفوا طمنا حكيم لوين اخذينا؟ على غرفة علاج مشدد عناية على غرفة تفضل فوتوا طالما خليكم برا ليش تعمل
ايمان عنيزه دكتور جميل تكون ماتي. لا لا شو محمود ايه بالعمرية. تفضل تفضل تسطح يوم. يا سلام هلا هذا هو تختي. ايه هذا تختي. عن اذنكم هلا شو بدك بالخشبي؟ اميها من تحت ظهري. ما بتنطر انا الا على الخشام. ايه على راحتك على راحتك اشلحي هيك بدي. ايه هيك بدي. شو علي انا اللي بشلح؟ جيبي جيبي توب نظيف تركبي لها سيرو. شو اسمك حكيم؟ انا الدكتور شفيق محسن. شفيق محسن 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 شو شاعري ماما ماما مو ماما. هاتي هلا بدي اياه جيبوا لي اياه من تحت تعطي الارض. هلا بدي اياه جيبوا لي اياه جيبوه. والله ما بخبي عليكم حالتها خطره مع احتشاء امامي سفلي. امامي سفلي خلص بقى كلي. اما حالتها هلا بدات تستقر وشو بيصير معها خلال 24 ساعه القادمه الله بيعلم. ايه شكرا كثير دكتور عزبناك معنا لا توخي. امامي سفلي. اه على فكره شو قصه هي درفه الخزانه اللي متمسكت لي فيها وما عم ترضى تتركها؟ ما بعرف دكتور هي ما رضيت نأسفها غير لما حطينا لها الدرفه على بطنها. بعيد عنك. ومين هو هذا الشخص اللي على طول عم تسال عنه؟ وينه؟ هاتوا لي اياه، جيبوا لي اياه. هذا يمكن ابنه. انا برايي تتصلوا فيه وتخلوه يجي فورا، يمكن اذا شفته ترتاح وتشفى بسرعه اكثر. على اذنكم. اذنك معك. جميل. شلون بدنا نجيب ابنه من الخليج؟ بسيطة بنتصل فيه. معك رقم؟ لا هلا بس تصحى بنسألها شو رقمه. جميل مات؟ لا شو ما مرحبا يا اخ. عيونا ابن عمي. ما مات. كان نايم هيك مغمض عين ومفتح عين. قلت لك ليش هيك نايم؟ قال لي اخذت نص حبه منوي. جميل انت هون؟ ايه هون. كيفك؟ الحمد لله. ام محمود كيفها؟ منيحه عن جد؟ رح اطمن عليها. ان شاء الله سلامتك ام محمود. ان شاء الله ما عم يوجعك شيء. لا الحمد لله ما عم يوجعني شيء. الحمد لله وان شاء الله ما عم يوجعه شيء. لا كمان هو يقبشني ما عم يوجعه شيء. الحمد لله. شو هو اللي ما عم يجعه شيء؟ لك ما في شيء متحسين كله بتدعسي من خير فيه. عم تطمن انا على قلبي مو مشلوطه انا عم تطمن انا. سلامة قلبك ان شاء الله معافى. شوفي ام محمود شو جبت لي؟ جبت لك معي برتقان وتفاح وعصير كومتين من يلي بحبهم قلبك وجبت لك معي فروج مشوي ريحته بتشهي وان شاء الله ما تكوني تغديتي. منين اجاها هلا كل هالكرام؟ صحيح مالها بخيله إيه بس مو هيك أكيد بكرة رح تقدم لي فاتورة مرتبة. بس على مين؟ ما لعرفاني مع مين علقانة. رح يطلع نقبة على فاشوش وهلا بأكل الطعم عالسنارة. شو هالهمة؟ لو كانت أمها المريضة ما كانت اعتنت فيها هيك، بس لأنه في من وراها طبي ليش لا؟ حلال عالشاطر. أنا كمان لازم دير بالي على أم محمود أكتر مشان تكون حصي أكتر. خلي عنك اختي ام طارق انا بتعمل هالفروج بايدي. روحي شوفي جوزك قاعد مع نوع مريضات. معلش حبيبتي انت ارتاحي انا بتعمل ام محمود بايدي. لا انا بتعميها. لا حبيبتي انا بتعميها. لا يا اختي انا بتعميها. لا لا اي شكون شكون. لا انت ولا هي. هلا بطالعكم لبرا انتو تنتين. ايش بخيتو ايش بك بحطي دي انا قاعده بمستشفى خصوصي وبفلوسي ايش بك بحطي هالبحطه. انا رايحه عيط للدكتور اتستفلوا منكم له ان شاء الله بسمح لنا تاكل الفروج كله. عالم طمزي قال. طعموني حبيبان طعموني. حبيبتي يغوط بس بكير لسه ما تعرفنا على بعضنا منيح. بس انا حاسة اني بعرفك من زمان. وانا كمان. حزير شو اسمي؟ اسمك قمر. لا فجر. كمان لا. شمس. ما حذرت. زهرة. كمان ما حذرت. فاتنة. حلوة. لا. ياسمين. كمان لا. فلة. ما حذرت. زنبقة. كمان ما حذرت. حلا. حلا اسمك حلا. ايه مو معقول ما بصير لازم يكون اسمك واحد من الاسامي اللي عديتهم. وليش ما بصير؟ لانه كل الاسامي اللي عديتها بتلبق لك.
معك حق، بس واحد ما بإيده يسمي حاله. لك اتركا ازبلها للمخلوقة ازبلها، خليها تعرف تشتغل بجهاز بلاش يقطش القلب شيتي قلبي. اطمني خالي وضعي كويس. ايه استاذ جميل، لسه بعد بدك تحزن ولا عجزت؟ انا من جهتي ما بقي عندي اسماء خرجي، عجزت. انا بساعدك جميل. اسمك اميره؟ لا. لطيفه؟ كمان لا. حسن؟ لا. حسنة؟ كمان لا. لك سموها فوزيه، بس اتركوها تعرف تشوف شغلها. صح حضرتي، انا اسمي فوزيه. فوزيه؟ عاشت الاسامي. فوزيه اسم كله شعريه، على وزن شاكريه، لوخيه، سهليه، حنفيه. هي حلوه حلوه جميله. الطلبه حضرتوا بامكانكم تقولوا طلبكم. ايه بصراحه نحن قلنا عندك طلب، واذا وافقتي عليه بيكون كتر خيرك. ان شاء الله بابا ما بيخجلكم. بابا بس الطلب اللي بدك تلبي لنا اياه هو انت مو ابوكي. انا ما بقدر، لازم بابا الاول يوافق. وعلى شو بده يوافق؟ على طلبكم. ايه بس نحن طلبنا يا ست الحسن من انت هو انه ديري بالك على ام محمود بعد اذنك. حاضر. انا انطمزت يعني. وينها؟ جوا هون. وين عند محمود؟ عند محمود. مين ام محمود هاي؟ جارتنا اللي دائما كنت اسالك عنها، يلا رجع مجب سنه. اي هاي طلعت. شو طلعت؟ دكتور الله يخليك، وين طلعت؟ طلعت على مشفى خاص. مينو مشفى؟ ما بعرف. ما بتعرف مين بيعرف لك انا؟ وانا شو بيعرفني مين بيعرف؟ حبيبي دكتور الله يخليك، قل لي يعني هيك انت تتوقع وين بنلاقيها؟ يا اخي ضروري تلاقيها؟ ايه ضروري كثير. مشان شو؟ ايه قلت لك شغله. شو شغله؟ ايه ما قلت لك بدي بشرها بشاره حلوه كثير بعد هيك. ايه بعرف بشاره، بس شو هي البشاره؟ ما راح اقول لك. ليش؟ لانه اذا قلت لك راح تروح تبشريها وتاخذ الحلوان بدالي وبطلع انا من المولد على حمص زميط. لا تخاف حلوانك محفوظ، بس قلي شو هي البشاره. ما راح اقول لك. وين رايك؟ رايح ادور عليها بالمستشفيات. ايه وقف، خدني روح وقف. جريدة عادية لقيتها بالكوريدور. وين راح استاذ جميل؟ نزل على الصيدلية ليجيب دواء يلي وصف الدكتور. شو بيشتغل؟ استاذ جميل؟ بيشتغل مهندس. باين عليه. يلا وشو مبين عليه كمان؟ يعني ظريف ولطيف وابن عائلة. ايه هذا من ذوقك، وما بتعرفي انه مدير؟ مدير؟ ايه باين. مدير شو؟ مدير لإحدى المديريات الحكومية. وعنده سيارة؟ طبعاً وطويلة من ورا كمان. طب بدي اسألك سؤال ولو في شوي يعني. لا ما ولا تستعي، لا تستعي، لا تستعي، وش حياة. أخوكي متجوز ولا خاطب ولا لساته عازب؟ مين أخي؟ أستاذ جميل. ليك وإجا أسألي. خير شو بدك تسأل؟ اسألي بس تحي. هي الأملة براس الأقرع اللي ما في شيء بالمرة. لا تستحي شغلة ما بدها مستحى. جميل تعال حبيبي لهم. عاو فوزية بدها تسألك سؤال ومستحية. فزفز؟ لك ايه فزفز، بتسأل بدال السؤال عشرة. يا أحلى فزفز بالمستشفى. لا بستحي. إيه لا ليش تستحي يا أنسة فزفز؟ اسألي عيني، اسألي ولا يهمك، اسألي. لك هجرة اتركها للبنت، عم تقلك تستحي. روحي اختي روحي شوفي مكنتك المونيتور جيتك. هلا بيجعني قلبي وبصير بيعطش قلبي. طبعاً خالي شايفته من عندي. اسألي فسفاز. فرجيني ايدك. فرجيني ايدك الثاني. ايه بفرجيكي ايش عليه. خلاص ما عاد في داعي اسألك شي، عن اذنك. انا انطمزت بعد دقيقات. هنو
شبهها شو صار لها؟ ايدي فيها شي بيطموز؟ يمكن انطمزت من هاد. ايه الله يصلحك يا اخي، معقوله فسخت الخطبه ولهلا لابس المحبس؟ هاتو هاتو اخوكي. لك مين اخوكي؟ ايه بس منيح اللي فسخت الخطبه، فات فرحك. اصلا ما بتستاهلك، لازم تدور على وحده ثانيه تستاهلك، لازم اخي. اختك معها حق. اختي معها؟ انا اختي؟ شو عم تحكي انت؟ انه شو القصه؟ شو عم تحكوا؟ جميل منيح اللي جبت الدواء لام محمود، لانه لازم اعطيها حبه. ما في شيء بيستاهل انك تزعم شانه، وبكره الله ببعث لك الاحسن واحلى والطف منه. الطف من مين؟ من خطيبتك اللي فكيتها. لا فكيتها ولا ربطتها انا. هنو شو صاير؟ نزلت جيب الدواء لام محمود متجوز، رجعت خاطب وفاكك، شو القصه؟ شو اللي صار؟ متجوز؟ قال انطمزت يعني قال ايه متجوز. هي هو وهي مرته. ليكا فايرة ادي ادي اشتغلي بالمنتور شيتك فايرة. قلتي لي اخوكي. انا ما قلت. انت اللي قلتي. انا ما خطر على بالي ابدا تكوني مرته، لانه لو كنت محلك ما بسمح لزوجي ابدا يحكي مع وحدة تانية كلمة وحدة حلوة. ديري بالك على جوزك، مبينته مانو سهل. طبعا مو سهل، انا فسفس معها. قلت لك لا تقلي فسفس، اسمي فوزية. لك ليك شاشة كمان انطمزي، لك حاجة بقى طمزان. الانسة فوزية معها فعلا يا هلا، لازم تديري بالك على جوزك، لانه رجال مالو الامان، خاصة اذا شافوا وحدة حلوة ولطيفة وناعمة مثل فسفس. قلت لك لا تقلي فسفس، وإذا سمحت احترم حالك، وما في داعي لهالمجاملات. لبتاعي عدي وين رايحة؟ رح أقضي حاجة. لبتاعي تاعي هلا وقت حاجتك، تاعي شو في هذا شو اسمه؟ هلا وقتكم انتو اثنين وقت مزحكم، اتركوها للبنت عم تنطمز. خيل عينك صلحوني، مشان ما حدا يسترجي يفوت لعندي ويسرق اللي بقصد انه كترانين الحرمية هالأيام. تكرمي يا أختي تكرمي، رح مكل لك يا منيح. مشان ما حدا يقدر لا يكسره ولا يفتحه الا بالمفتاح تبعه. ايه الله يرضى عليك حاكم، انا عم بسمع انه كثير حرامية هلا. شبك جميل واقف مثل العمود ما بتطلع. لا شو بدي ساوي يعني؟ شو شايفتيني نجار انا؟ شغلته هو بيفهم فيها اكثر مني، مصلحته. روح اعمل له كاسه شاي خليه يعرف الرجل يشتغل. انا الدكتور بس لو مو مانعني من الحركه كنت ساويت له شاي وزهورات ومليسه، وصينيه رايحه وصينيه جايه. صينية رايحة صينية جاية، صادق البعيد. بس مو عيب، شو عليه إذا طلع الكرم من أصحابه؟ حاتمة الطائي لأنه هيك معروفة بالحركة كلها. أخي ما في داعي للشاي، خلصت. بدي روح أتغدى. الله وكيلك، أيمني من على السفرة مشان إجي صلح لك الباب. وينك لكان؟ جميل روح غدي، ولا إلك استنى ليخلص، بيروح معك، بيغسل إيديه وبتحط له غدا، وبتحاسبه. نعم؟ شو قلتي؟ ما سمعت. شو صاير لك جميل طرشت؟ ما عاد تسمعني؟ علي صوتك شوي مشان اسمع منيح، لانه اذني بعيد عني خافف سماعها شوي. ايه روح لعند الدكتور خليه يغسل لك اياها. معك حق. تعال جميل وين رايح؟ رايح لعند دكتور يغسل لي اياها. مين بده يحاسبه للنجار؟ حاسبي انت، ولا تنسي تحطي له غدا. ايه؟ لك لك شيك شيك. وين خلص الباب؟ الله يعطيك العافيه الهي. الله يعافيكي. ناولينا الإجرة. إجرة؟ إجرة شو؟ الإجرة شو ما عرفتيها يعني؟ عرفتها، شلون ما عرفتها؟ في حدا بيشتغل ببلاش؟ قديش بدك؟ 500 ورقة. 500 شو؟ شو شايفني مليونيرة أنا؟ أنا مرة وحدانية عايشة على البركة، بدك تراعيني كترت كثير هيك، راعيني. طيب بلا 25 ورقة منيح؟ لا مو منيح ابنه، براعيني كمان. طيب بلا 50؟ لا بدك تراعيني كمان هيك ما راعيتني. طيب ما راح آخذ إجاري منيح؟ هيك ها؟ هلأ راعيتني كتر خيرك، روح قوام على البيت تغدى قبل ما مرتك تقيمها للصفرة. اسمحي لي بالأربعمية ورقة. مشان شو؟ مو هلأ قلت لي سامحتني بالإجرة، اخص عرجال اخص بتبزق وبتلحس كلامك. ولك هدول الأربعمية مو إجرتي. لكان شو؟ هدول حق القفل الجديد اللي ركبت لك إياه، ركبت لك قفل نوع أول. الله يصلحك ويهديك، مين قال لك تجيب القفل من عندك؟ خلي كان جميل يشتري. طيب تصطف لي بالناقص، رح افكه واخده. لك لا لا الله يرضى عليك لا تفكه، دي هلا بعطيك حقه انا. تعال اطلع لي لبرا، وقف لي برا. لا عدتي طمني بالي. روح وقف لي لا تحرك، بدي حاسبك لانه عرفت. وين بدي اروح؟ بدي المصاري. اي على عيني وراسي. هنا هنا افتحي هنا.
اهلين ام محمود حبيبه قلبي. انت شو غيرتي رايك جاي تقعدي عندي؟ لا ما غيرت رايي ولا بطيخ من بسمير النجار، خلص تصليح الباب. عن جد؟ ان شاء الله الف مبروك. وين جميل؟ جميل راح الدكتور. جميل راح الدكتور. وين راح جميل؟ لا تخافي هنا ما صاير له شيء، بس خافف سمعه وقال رايح يغسل اذنه عند الدكتور. جميل خافف سمعه؟ لا بس جميل بيسمع دبة النملة. لك شو بيعرفني؟ هلا بس يرجع اسألي، المهم بدي اعطيه انا النجار 500 ليرة خلص شغله. بس 500 ورقة؟ والله مو غالي كثير رخيص، ادفعي له اياها. منين بدي ادفع له انا؟ منين شو دخلني انا لادفع له؟ شلون شو دخلك؟ مو الباب بابك ام محمود؟ بعدين كله 500 ورقة مو كثار على 500 المتلتلة على قلبي. انا قدام العنا ولا خلصيني انت وياها، اعطوني المصاري، جوعان بدي واكل. تاكلك الحوتي هلا بعطيك. انا احكي لها مين كسر باب، انت ولا انا؟ نحن ام محمود بس نحن كسرناه مشان ننقذ حياتك، لولا انا كنتي متي لا سمح الله. انا ما عم اسالك انا مشان شو كسرته ولا راح اشتكي عليكم، بعرف انه كانت نيتكم سليمه، بس هذا لا يمنع بانكم انتم فعلا كسرتوا الباب وانتم لازم تصلحوا. ايه ام محمود على عيني، انا فايت اشوف لك المصاري دقيقه واحده. شفت شلون؟ قلت لك رح اعطيك حقك، ما باكل حق حدا انا حتى اسالهم. مو فهمت عليها، الظاهر المصاري مخبيتهم بشي محل مواصله لايدها هلا. اكيد على كل النحية اللي طلبت مني، انا بكره بطلب منها مثلا الطربوش طربيش. هنا عصيتي هنا خلصينا. يلا جاي جاي. تعال 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 تعال. تفضل. يسلموا. السلام عليكم. مع السلامة. تعال يا شباب. عاوزتك ضروري كتير. ولاد مو هاد مفتاح طولي بالي. ايه صح يضلني. في شي بدك تصلحيه؟ طلع بال 500 ليرة بالأول. ليش؟ شو ليش؟ أنت ما سامحتني بإجرة إيدك وبدك حق القفل 400 ورقة؟ المعنى؟ المعنى واضح وصريح، ولا رجعت بدك تلحس اللي بزقتون؟ هات ال 100 ليرة أوان. لا 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 لا، أنا سامحتك لأنك فقيرة وحدانية وعايشة على البركة، أما جيرانك المبحبحين فما عندي استعداد سامحهم بإجرتي. ومين قال لك إنهم هن اللي دفعوا لك إجرتك؟ سمعت بإذني وشفت بعيني، هن اللي كسروا وهن اللي لازم يصلحوا. بلا شو؟ إن شاء الله صدقت، أنا كنت عم أمزح، معقول الجماعة عملوا معي خير وكسروا الباب لينقذوني من الموت، إجي دفعون إجرة تصليح الباب، أمو معقولة بنوب، أنت ما بترضاها، بترضاها؟ لا ما برضاها. لكن شلون بدك يعني أنا أرضاها؟ شو مفكرني قليلة أصل ما عندي ذوق؟ العفو ما قصدت. بس يعني عدم المؤاخذة، أنا ال 500 ورقة أخذتها من جارتك مو منك. صحيح، بس أنا أخذتها دين، بكرة بس اتبحبح برجع لها إياها. إيه؟ عيش كتير بتشوف كتير. أخلصني هلا مو وقت أمثالك، طلع بال 100 ليرة وروح قوام لعند مرتك كول، ولحق حالك قبل ما تشيل مرتك الصفرة. ما معي فراطة. أنا معي، أبصرف لك إياها، اطلع. عم شو بحياتي ما مر علي هيك قصه. طلبنا الزود امنا وقعنا بالنقص، الله يجيرنا من شيء اعظم. اروم ما راعيتني بنوب، زعلانه منه. هاتي مره ثانيه براعيكي، اصلح لك التصليحه وبدفع لك من جيبتي منيح. اروح لحق مرتك قبل ما تقيب الصفره، روح. شو بدك؟ المصاري اللي عطتيني اياهم 350 ورقة، يعني ناقصين 50 ورقة. بعرف ما معي فراطة، روح لحق مرتك قبل ما تشيلها للصفرة. فليك ما راح افتح لك، ويلكم.